السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدكة في موعد استثنائي اليوم قبل نصف ساعة من الموعد المعتاد لبداية البرنامج، وذلك لإفساح المجال أكيد وإتاحة مزيد من الوقت ليعني القضية التي أشغلت الوسط الرياضي ربما لفترة 141 يوم. وأخيرا اليوم صدر طبعا قرار لجنة التحكيم الرياضي في مسألة إعادة الست نقاط لنادي النهضة مع إعادة مباراته أمام نادي ظفار، بل وتعويض نادي النهضة بمبلغ 10,000 ريال عماني. ضجة كبيرة أكيد في الوسط الرياضي بالنسبة لهذا الموضوع، رغم الانشغال الكل ربما بالمباراة النهائية اللي راح تكون في يوم الغد إن شاء الله الساعة 7:15 هناك في المجمع الرياضي بولاية صور. بالتالي ارتأينا تقديم موعد بداية الحلقة نصف ساعة لمزيد من الوقت للحديث عن هذا الموضوع، وبعد ذلك التحول أكيد للحديث عن نهائي الكأس الغالية واللي راح يكون أكيد الساعة 7:15 مثل ما ذكرت في المجمع الرياضي بولاية الصور في يوم الغد، مع تحضيرات واستعدادات جماهيرية كبيرة منتظرة غدا في كرنفال وعرس كروي هناك في صور العفية. بداية أرحب هنا في البرنامج بأعضاء الدكة الكرام هلال المخيني و سيف سلطان. مساء الخير. مساء الخير. سيف الجابر وهيثم خليل مساكم الله بخير. مساء النور. يا هلا وسهلا فيكم. يعني سيف سلطان، عموما بالنسبه للقرار اذا كان ممكن نشوف حتى صوره من منطوق الحكم بالتحديد راح نشاهده بعد شوي بشكل مباشر، هذا طبعا واضح امام المشاهدين الكرام. يعني منطوق الحكم كذا يعني خلونا ناخذه في الجلسة المنعقدة، يعني اليوم كانت حكمت هيئة التحكيم بقبول التحكيم شكلا، وفي الموضوع الحكم بإلغاء قرار لجنة الانضباط رقم 109 على 2014 موضوع التحكيم، والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم 2 على 2015، والقضاء بإعادة الست نقاط المخصومة من نادي النهضة طالب التحكيم طبعا، وإعادة المباراة محل التحكيم بين نادي ظفار ونادي النهضة، بالإضافة إلى التعويض بمبلغ 10,000 ريال عماني لطالب التحكيم جبرا عن الأضرار التي نتجت من عن القرار المحتكم منه وإلزام المحتكم ضده المصاريف وأتعاب التحكيم. يعني غير 10,000 ربما هناك أكيد مبالغ أخرى. هذا منطوق الحكم كما وصلنا نعرضه للمشاهدين الكرام بعد 141 يوم بالتحديد من 30 ديسمبر 2014 وإحنا اليوم 21 مايو 2015 من الجولة قبل الأخيرة في يعني الدور الأول أو الجولة 11 بالتحديد حتى نهاية الموسم والمباراة الأخيرة اللي راح تكون يوم الأثنين. عموما اليوم أيضا التقى نادي النهضة أو النهضة نادي النهضة استضاف نادي ظفار في المباراة المؤجلة في الدور الثاني، والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وبالتالي النهضة اليوم إجمالي ما حصل عليه 7 نقاط، 6 بمنطوق الحكم ونقطة من نادي ظفار، مع إمكانية أن يحصل الفريق طبعا باقي له مباراتين، مباراة مع ظفار ومباراة أخرى أكيد في بطولة الدوري مع نادي صحم. تصور المباراة 6 نقاط قد يعني تصل بنادي النهضة إلى النقطة رقم 36. راح نتحدث عن هذا الموضوع مثل ما ذكرت في الجزء الثاني أكيد من الحلقة، راح نفرد مساحة كبيرة للحدث الأهم أكيد بالنسبة لنا في يوم الغد، المباراة النهائية في الكأس الغالية. قرار اليوم كان لمصلحة نادي النهضة، حق مشروع متى ما كانت اللوائح والأنظمة لصالح هذا القرار، ونبارك لكل عشاق نادي النهضة بهذا القرار. في المقابل هو أضر بمصالح عدة أندية، أولهم بوشر اللي هبط بشكل رسمي اليوم مهما كانت نتيجته في المباراة الأخيرة، ثانيهم السويق القريب من أن يخوض مباراة ملحق، ثالثهم صحار القريب أيضا من أن يخوض مباراة الملحق مع الرستاق، وكذلك نادي الشباب اللي من الممكن أن ايضا يخوض مباراة ملحق مع بقاء نسبة بسيطة ربما لا تتعدى 1% في مسألة ان يخوض النهضة مباراة ملحق، وهي صعبة الامور على اعتبار ان الفريق يحتاج ربما نقطة من الست نقاط المتبقية. سيف سلطان، بينما الانظار كانت متجهة الى ولاية صور، فجأة منطوق الحكم مثل ما شاهدنا قبل شوي بإعادة الست نقاط وإعادة المباراة، بل وتعويض نادي النهضة بمبلغ 10,000 ريال عماني. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خالد الكل يعرف
موضوع نادي النهضة والمشكلة اللي كانت حاصلة معه مع انسحابه في مباراة أمام نادي ظفار. بعد ذلك لجنة الانضباط كان هناك في قرار بسحب 6 نقاط من نادي النهضة وأيضا غرامة بالنسبة للفريق. كان هناك فيه كثير من المؤيد مع هذا القرار والمعارض مع هذا القرار، ولكن يعني القوانين واللوائح دائما هي اللي ترجح كفة الأمور كلها. ما دام هناك فيه قوانين ولوائح يجب أن يعني الكل يتعامل مع هذه القوانين واللوائح بشكل يعني إيجابي. اليوم تفاجأنا يعني مش بالقرار بس توقيته، يعني أنا أعتقد أنه توقيته كان توقيت جدا تكلمنا عليه، يعني أنه توقيت في نهاية الموسم ممكن يعمل إشكالية بنسبة كبيرة لبعض الفرق مثل ما ذكرت بوشر، وأيضا الفرق اللي هي مهددة بلعب الملحق مثل السويق والشباب وأيضا صحار، بالإضافة إلى نادي النهضة إذا ما أراد أنه يعني يكسب نقطة على أقل تقدير في المباريات القادمة. يعني يعطيك أنا من وجهة نظري يعني هناك في مشكلة، المشكلة هذه في لجنة الانضباط. لجنة الانضباط لديها قوانين ولديها لوائح. أنا كنت مع هذه القوانين ومع هذه اللوائح، والكل مع أي قانون وأي لوائح موجودة في نظام معين يجب أن نتبعه. وهذا ما يعني أنا نظرت من وجهة نظري الشخصية، رغم أنه هناك في من حق نادي النهضة أن يكون هناك يستأنفوا الموضوع وأيضا يطالبوا بحقوقهم، ولكن يعني كشكل الوضع اللي صاير في لنادي النهضة أنا من وجهة نظري ما كنت أتمنى أنه أشاهد هذا الانسحاب، يعني خاصة مع وجود القوانين والأنظمة. نعم، سيف الانسحاب واللي حصل في الماضي هذا خلاص. نعم. يعني حصل وانتهت الأمور بالقرار اللي صدر له. وأنا أريد تعقيبك على اللي حصل، وأنت في حلقة سابقة أذكر قلت جملة إن من غير المعقول مسألة إعادة المباراة أو غيرها. يعني. من غير المعقول في هذه الفترة بالذات، هي المسألة مش مسألة إني أحط قرار في أي وقت من هناك في. طيب هذا حق النادي. هذا يعطيك يعني على طول، يعني أنا من وجهة نظري الشخصية نظرة للجنة الانضباط والاتحاد العمالي لكرة القدم على طول، يعني أوجه اللوم عليهم هم. نعم. على لجنة الانضباط، لجنة الانضباط ما كانت يعني منصفة في قرار ممكن أنها كانت تضر بنادي النهضة وبأندية أخرى. كيف ما منصفة؟ هي أصدرت القرار بناء على لوائحها. يعني اللوائح، ولكن هناك أيضا في يعني لماذا تأخر هذا الموضوع؟ الموضوع عند من؟ لجنة الاستئناف او الاستئناف، يعني قرروا لجنة التحكيم. لا يعني لو ما كان لجنة التحكيم، هو متى بدأت لجنة التحكيم او محكمة او هيئة تحكيم؟ نعم. قبل فترة بسيطة. يعني لو ما كان انشئت هذه او هذه الهيئة يكون الموضوع استمر. لا، لجنة من زمان موجودة. لا، بالنسبة لل يعني الامور المتعلقة بالاتحاد العماني، يعني اي موضوع يتعلق بالاندية مع لجنة الانضباط مع الاتحاد العماني كان على طول يتوجه الى الكاس. ما كان هناك في توجه الى لجنة التحكيم. يعني كيف مشكلتهم هم كأندية ما يروح لجنة التحكيم الرياضي؟ لا، انا بتكلم عن المعروف. لما تكون احنا دائما ابو احمد اذا في اي مشكله بالنسبه للاتحاد او بالنسبه للانديه مع بعضهم البعض، دائما التوجه الى الفيفا والى الاتحاد الاسيوي. يعني ما عرفنا باللجنة التحكيم هذا. لا، هذا ما عرفت عنها انت، بس الانديه موجوده عندها. لا هو كمشكله بخليك تكمل. ما سمعنا عن عمان. احنا في عمان ايش معنا في المحاكم العاديه؟ ايش المحكمه الاولى؟ ابتدائيه، بعدين استئناف، بعدين المحكمه العليا. نعم. هذه المحكمه العليا في الاتحاد، اللجنه بس ما تسمى محكمه، هي اخر محطه في الاتحاد. الأندية كانت تقتحم هذا الشيء وتروح للفيفا وتخاطب. لا، بس في أندية تضررت وما في يوم من الأيام راحت حق هذه اللجنة. أول مرة ما سمعنا بها. لا موجودة. هلال سمعت بهذه اللجنة؟ موجودة. هيثم سمعت بهذه اللجنة؟ أول مرة. كيف نسمع؟ أول مرة. كقرارات. لا موجودة في اللوائح. أنت الحين تقول ما قرأنا يمكن. لا إله إلا الله. كل الأندية 43 نادي ما يعرفوا عنها. لا يعرفوا طبعًا. زين، احنا ما في يوم من الايام سمعنا ان في مشكله وصلت او بس نزل بالصحافه انه الحين ايوه في الفتح الاخير. لا ما راحوا، يعني ما راحوا، لكن في اللوائح الاتحاد في النظام الاساسي لاتحاد القدم موجود في التحكيم الرياضي. ابو حمد انا بس ومن سنوات من المناسبه. طيب خليك كمل سيف. شوف خالد، ما دام يعني نادي النهضه لديه الحق باسترجاع او استرداد 6 نقاط
من ضمن القوانين واللوائح اللي موجودة إن كان في لجنة التحكيم أو في أي لجنة أخرى، فمن حق نادي النهضة أن يعوض أو يسترد الست نقاط. نعم. ونحن مع هذا التوجه بشريطة أنه يكون يعني من ضمن القوانين واللوائح ما يعني يتعدى هذه الأمور كلها. في السابق كانت هناك يعني قوانين ولوائح من في لجنة الانضباط ومشينا عليها. نعم. ولكن الآن بعد ظهور يعني لجنة التحكيم وإصدار هذا القرار باسترداد نادي النهضة ست نقاط، أنا ألوم لجنة الانضباط والاتحاد العماني لكرة القدم، لأن لو ما كان هذا التدخل أو هذا الوضع إيش بيكون وضع نادي النهضة؟ وضعه بيكون ممكن يكون لو ما هو عنده حق وحقه يعني لجنة الانضباط او الاتحاد او ايا كان من المسؤولين اللي كانوا هم مرتبطين ب يعني لجنة الانضباط والاستئناف ما انصفت النهضة، ما انصفت اذا كانت هناك يعني قوانين ولوائح في صالح نادي النهضة واسترداد، هذا معناته انه نادي النهضة على حق. فانا من هذا المنبر يعني لجنة الانضباط انا طالبها بالاستقالة، لانها هي عملت ضرر كبير لنادي النهضة، للأندية المتضررة، لأيضا الآن أنا إيش بيكون وضعي بالنسبة للجنة الانضباط والاتحاد العماني؟ أنا أطالبهم بالاستقالة، وعلى الاتحاد أنها تأخذ موقف يعني ولجنة الاستئناف؟ نعم. هذا لجنة الاستئناف إذا كان عندهم هم شيء آخر، ترى لجنة الاستئناف أكدت قرار لجنة الانضباط يعني المنظومة هي طالبهم بالاستقالة؟ أنا أطالبهم بالاستقالة لأنه ما ممكن أني أضمن أني أي موضوع آخر يعني يكون بين الأندية وبين الاتحاد ويصل إلى ضرر وهم السبب. نحن هم يعني موجودين لحل المشاكل، لإنصاف ما يمكن إنصافه. نعم. أيضا يعني نحن ممكن عندنا اختلاف بالنسبة للجنة الانضباط في عدد المباريات، مثلا اللاعبين، إيقاف لاعبين، أندية، غرامات. هذا نحن هذا ممكن عندنا تحفظ، لا في لجنة هذه، لا عندنا تحفظ فيها، ممكن يعني نقول بالغوا في عدد المباريات وذكرنا مثلا موضوع ناصر الشملي، ولكن بشكل عام انه كقوانين ولا احنا معاهم، ولكن ممكن الاختلاف، ودائما نكررها في اكثر من حلقه، بان الاختلاف لو كان عدد المباريات اقل يعني كايقاف لاعبين او انديه او غرامات اختلافنا معاهم في هذا الناحيه، لكن من نواحي ثانيه نحن مع القوانين واللوائح. إذا القوانين واللوائح مع نادي النهضة، نحن مع نادي النهضة. إذا القوانين واللوائح لجنة الانضباط كانت سبب هي رئيسي في 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 مشكلة حقيقية ممكن أنها مع الأيام القادمة بتصير، وأنا أتوقع هذا الشيء، فتتحمل المسؤولية، وهم يعني أعتقد أنه الإقالة هو يعني الاستقالة هم هذا يعني أنا بالنسبة لي هو الوضع الطبيعي والمفروض يكون فيه. نعم. أنا عموما بس حاب يعني أتحدث كذا عن جزئية بسيطة لبعض المتعصبين. إحنا بعد مباراة ظفار والنهضة والإشكالية اللي صارت في هناك لائحة خاصة طبعا بلجنة المسابقات، وفيها بنود على أساس تلك اللائحة وتلك البنود إحنا تحدثنا هني ووجهنا اللوم والعتب على نادي النهضة وانسحابه وعدم حتى عودته مباشرة بعد المباراة، والحديث كان كله منصب أو مستند تماما على لائحة لجنة المسابقات، واللي من خلالها لجنة الانضباط أصدرت القرار ولجنة الاستئناف أيدت القرار. أما المستجدات هذه الحالية ومسألة لجنة التحكيم وهيئة التحكيم، وقلنا هني في الحلقة في أكثر من مرة، متى ما كان هناك حق لنادي النهضة يجب أن يعود هذا الحق للنادي، بل وطالبنا عدة مرات في البرنامج يمكن أكثر من 5 أو 6 حلقات، وهذا الموضوع ينطرح في مسألة أهمية أن يصدر القرار بشكل مبكر لنادي النهضة وهذا من صالحه، وأيضا للأندية الأخرى اللي اليوم صدر القرار في وقت متأخر وتضرر أكثر من نادي، منهم اللي هبط بشكل مباشر ومنهم اللي كان يحس نفسه في مأمن وبالتالي أصبح اليوم في خطر أن يخوض مباراة الملحق أمام نادي الرستاق. فمرة ثانية أقولها لكل شخص انتماء لكنه خارج الأستوديو هنا داخل البرنامج، الكل يتحدث بحيادية حسب اللوائح وحسب الأنظمة، وأعتقد القرار اللي صدر من لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف يؤكد هذا الشيء. هيثم، تعقيبك على القرار اللي صدر اليوم، وبعد ذلك هلال مخينا بأخذ أكيد رأيك، وإحنا نحاول عموما نسقن مع رئيس نادي النهضة لكنه يبدو أنه مشغول في هذا التوقيت للحديث عن ما جرى اليوم، وأيضا مع الشيخ بدر رواس رئيس نادي ظفار للحديث أيضا عن مسألة إعادة المباراة. تفضل هيثم. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للجميع. يمكن أنا أضم صوتي لصوت الكابتن سيف بنقطة وإحنا تحدثنا بها كثير، وموضوع التأخير. يعني الآن هذا القرار صدر مثل ما قلت أنت بالبداية من الجولة 11، واليوم يصدر هذا القرار، والآن هذه الأندية على هذا الشكل بالجدول. يعني إيش ذنب الفرق هذه؟ السويق، بوشر اللي هبط الآن، صحار، الشباب،
واحنا نوهنا وطرقنا الى هذا الموضوع في اكثر من مناسبه انه هناك ستكون اعتراضات واتخذوا القرار بسرعه، نريد نعرف القرار بسرعه، الجمهور متعطش لهذا القرار، الانديه المتضرره، ليش هذا التاخير بهذا القرار وصدر في هذا الوقت؟ هيثم تسمح لي فقط وعذرني على المقاطعه لاعتبارنا الفاضل سالم المزاحمي رئيس مجلس اداره نادي النهضه معانا على الخط. مساء الخير سالم، نبارك لكم السبع، نبارك لكم السبع نقاط كذا بالجمله يعني ما شاء الله اليوم مره واحده. مساء الخير والنور والسرور وعلى اخوانك جميعا. يا اهلا وسهلا فيك. يعني سبع نقاط اليوم قفزت من الفريق من 23 نقطة إلى من 23 نقطة إلى 30 نقطة. الحمد لله. نعم. الحمد لله، يعني اللي اشتغلنا عليه وتعبنا عليه وصبرنا من الضغط، من ضغط الجماهير، نعم، من ضغط الإعلامي، الحمد لله مشينا على آلية معينة ونجي إن شاء الله. طيب سالم، يعني اتصور انك انت كنت على ثقه ربما في الايام الماضيه وكان يعني تقريبا القرار بالنسبه لك واضح في مساله اعاده الست نقاط، لكن لماذا يعني الانتظار 141 يوم من 30 ديسمبر الى 21 مايو اليوم والقرار صدر في هذا اليوم بالتحديد؟ في نقطه يمكن ما معروفه. نعم. لو نرجع نحن للقانون التحكيم عندك فوق ال 100 يوم تقدر تصدر قرار. طبعا نحن اول ما صوت شوي في الاستوديو شباب. نعم تفضل. اول ما قدمنا يعني في 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 القوانين واضحه الايام، يعني في الشارع الرياضي ما يعرف الايام وكم التواقيت، نحن عارفين النظام هذا. نحن اتخذنا قرار وقدمنا حق التحكيم، بعد شهر طلبنا ايقاف الموضوع حتى اكتمال المستندات اللازمه اللي عندنا ويكون المحامي مطلع على جميع الاشياء. نعم. وبعدين طلبنا اعاده سير في القضيه. نعم. طيب يعني ماذا عن لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف؟ هل ترى بانها لم تنصف يعني او ظلمت بالتحديد نادي النهضه بصفتك رئيس لمجلس الاداره؟ انا الحين انا ما بتكلم على ان انصفت ولا اظلمت. ولا ظلمت، لكن القوانين كانت واضحه وضوح الشمس. ما كان مفترض انها توصل لمرحله التحكيم. نعم. بس سالم كيف ما بتتكلم؟ يعني انت تقول الحين القوانين واضحه والقرار كان ضدك، يعني بشو تفسر هذا الشيء؟ لا صحيح، يعني اقول القوانين واضحه، كان المفترض من لجنه الانضباط ان ما توصلها للاستئناف ولا توصلها للتحكيم. نعم. كان المفترض ان القرار يصدر قبل، يعني لان نحن نتكلم على قوانين وعلى لوائح مسابقات واضحه وضوح الشمس. نعم. ما يحتاج لا نادي النهضه يفتي فيها ولا يحتاج خالد شكيلي يفتي فيها ولا اي واحد. نعم. تطبق اللوائح والمواد اللي موجوده فيها وخلاص. طيب اذا لجنه الانضباط والاستئناف على ماذا اعتمدت اذا كانت انت تقول اللوائح واضحه وضوح الشمس؟ القرار كان عكسي بالنسبه لكم، لكن اليوم كان قرار مختلف تماما. والله شوف، هذا القرار، هذا السؤال ممكن تسأل الاتحاد ولا لجنه المسابقات. نعم. ولا لجنه الانضباط. اما انا ما اقدر اجاوبك عن، يعني ما اعرف على شو استندوا. نعم. احنا عموما حاولنا ننسق مع، يعني نسقنا مع رئيس لجنه المسابقات، لكنهم هم اعتذروا في هذا التوقيت لانهم ربما عندهم تحفظ في الموضوع وانشغالهم في يوم الغد ايضا بالمباراه النهائيه. ماذا عن اعاده المباراه امام نادي ظفار؟ متى راح تكون بالتحديد؟ هل تم تحديد لها موعد او تنتظروا لجنه المسابقات؟ ننتظر لجنه المسابقات. لكن انا اقول هذا القرار مش لفائده لنادي النهضه. نعم. هذا القرار يعني اول تحكيم ونادي النهضه اول قضيه يكسبها، فاعتقد ان هذا بيفتح ابواب لتنظيم المسابقات في جميع الدرجات. طيب سالم، يعني بما ان حصل هذا الموضوع واليوم صدر القرار، هل ترى بان احنا بحاجه الى اعاده صياغه وتنظيم اللوائح بما يعني يتناسب مع الوضع الحالي؟ يعني ما يعقل قرار يصدر من لجنه مختصه
ولجنة استئناف ويعني تمر كل هذه المدة وبعد ذلك يأتي قرار. اليوم النهضة مستفيد، أنت أكيد ونادي النهضة وعشاق نادي النهضة يعني مرتاحين على الآخر لأنكم حقكم ورجع لكم طبعا، لكن هناك أندية متضررة، ماذا لو العكس أن نادي النهضة هو متضرر، هو من هبط أو هو من راح يلعب مباراة الملحق، ماذا عن القادم؟ وأنتم أيضا كجمعية عمومية في مسألة يعني إعادة هيكلة وتنظيم اللوائح بما يتناسب مثل ما ذكرت مع المستجدات ومع الظروف الرياضية الحالية. أنا برجع لك، لو كانت لجنة اللجان اللي في الاتحاد طبقت النصوص الموجودة داخل العقوبات في لجنة المسابقات ولا المسابقات ما كان وصلنا لهالمرحلة. يعني القوانين موجودة. القوانين موجودة، يمكن تريد بعض الصياغة بعد التعديل، لكن لو واضحة وضوح الشمس. يعني ما يعني قانون أن التغيير كذا والتغيير كذا والمادة هاي لا تطبق. إذا حق نادي يأخذ، إذا 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 عليه يعطى. الشيء الثاني، نادي النهضة ما سحب نقاط من عند أي نادي. صحيح، نادي النهضة الست نقاط مسحوبات من عنده ورجع له. نعم ورجع له. يعني أنا أتمنى يعني اللي صاير حاليا اليوم ان نادي النهضه حاب الاتحاد ولا ما حاب. نحن تعبنا نفسيا ودفعنا مبالغ واشياء كثيره وضغط جماهيري وضغط على اللعيبه، فاتمنى ان نادي النهضه يبعدونا عن موضوع ان كان له دور ولا ما له دور، لكن نادي النهضه حقه وطالب فيه. نعم وخذه. الانديه الثانيه اذا لها حق القانون واضح وضوح الشمس يطالبون بحقوقهم، وهذا من حقهم طبعا. صحيح. طيب سالم عندك تفضل. سيف مساك الله بالخير. سالم كيف حالك؟ مساء الخير يا كابتن. كيف صحتك؟ بخير خير الحمد لله. كيف حالك؟ مبروكين على السبع نقاط وما دام لكم حق تستاهلوا. لكن بس اريد اسالك بخصوص انه لجنة الانضباط والاستئناف، هل كان قرارهم نهائي بعد ما قرروا سحب الست نقاط منكم؟ والموضوع من اللي حولها الى لجنه التحكيم؟ هل نادي النهضه ام يعني لجنه الانضباط؟ في درجات كابتن سيف، في درجات. اول شيء نطلب تحويله لجنه الانضباط، الانضباط تتخذ قرارها، ثم نحن كنادي اذا ما رضينا نطلب الاستئناف تتخذ قرارها. إذا ما على حسب القانون الموجود واللوائح الموجودة، إذا الاستئناف نحن ما قبلنا بقرارها نتخذ قرار بطلب لجنة التحكيم. طيب يعني أنت لو ما ذهبت إلى لجنة التحكيم القرار بيكون يعني موجود بالنسبة للجنة الانضباط، وهو يعني سحب منكم ست نقاط وأيضا غير الغرامات اللي كانت موجودة عليكم. صحيح. تمام، شكرا يا سالم وبالبركه ان شاء الله. طيب سالم الزحمه رئيس مجلس حليكم. اداره نادي النهضه شكرا لك. نعم اخوي خالد تفضل. وتركي نحن عشان في نقطه مهمه، نحن مشينا على حسب القوانين والتسلسل. نعم. اللي موجود في اللجان، في اللجان لجان الاتحاد. وصلنا للمرحله هذه. اكيد اكيد. طيب شكرا لك. شكرا سالم. لكم. شكرا لكم مبروك. وإن شاء الله نشوف بكرة مباراة ليق كاس صاحب الجلالة مولانا الله يحفظه. من تتوقع يفوز سالم؟ كلهم حبايبي. عارف هذا الإجابة. طيب سالم الزحمة رئيس مجلس إدارة نادي النهضة شكرا لك، نتمنى للعنيد النهضة بشارك كل التوفيق في القادم. إذا كان ممكن مباشرة نتواصل مع بدر الرواس رئيس مجلس إدارة نادي ظفار، لكن قبل ذلك هيثم لك تعقيب على اللي قاله طبعا رئيس نادي النهضة أو على القرار اللي صدر اليوم. والله خالد هو فعلا تطرق إلى موضوع يعني جدير بالاهتمام والمتابعة، أنه النهضة هو يعني فعلا كان هناك أقاويل وهذه على موضوع هذه النقاط وعودتها، لكن النهضة ما له يعني النهضة هو اتخذ القرار انسحب من المباراة في ذلك اليوم، وبالتالي مشت القضية من لجنة انضباط مثل ما ذكر الآن بالتسلسل إلى الاستئناف ومن ثم ذهبت إلى لجنة التحكيم. ففعلا النهضة ما إلا دور أنه يعني بهذا الموضوع اللي صار الآن. الموضوع يعني أنا وضعت كل الأمور في أنه
التأخير في هذا البت في القرار، التأخير هذا هو اللي سبب يعني الآن إشكالية بصراحة. يعني بدأ الدوري بإضراب الحكام وختامها في موضوع، لكن هيثم ذكر لك سالم بأنهم هم كإدارة نادي النهضة هي وجهت رسالة إلى لجنة التحكيم، لجنة الانضباط والاستئناف، خلاص قرارهم نهائي يعني انتهى موضوع، انتهى موضوع. أنا أقصد يعني التأخير. هو التأخير، أنا أشوف أنه التأخير من اللجنة، لجنة التحكيم. نعم هو التأخير هذا، التأخير يعني هذا أضر الآن بالجميع. أكيد. يعني اليوم الآن افتح الاتصالات مع بوشر أو المختصين أو في السويق أو في صحار أو في ما حد يرضى. هذا يوم الأحد راح يكون يعني لا أحد يرتضي بهذا الآن القرار. طيب. بغض النظر أن القرار صح أو خطأ. طيب. أنا أتحدث على التأخير، الموضوع كله بالتأخير. الفاضل بدر رواس رئيس مجلس إدارة نادي ظفار، مساء الخير أبو علي. الله بالنور على الأخ أبو تركي، ومساء الخير على أعضاء فريق الدكة ومستمعي برنامج الدكة إن شاء الله. يا هلا وسهلا فيك. اسمح لي بس قبل أن ندخل في القرار اللي صدر اليوم، تعادلكم اليوم 1-1 مع نادي النهضة أيضا في يعني المباراة اللي كانت مؤجلة. وأكيد يعني اليوم كنا نطمح بنقاط المباراة وذلك لتحسين مركزنا، ولكن يعني يمكن ولقى مرمانا هدف في دقائق الأخيرة من المباراة. وفي النهاية يعني طبعا أكيد فريق النهضة كان له طموح يعني في كسب نقطة لضمان موقفه في الدوري، وبالإضافة كذلك أن احنا كنا يعني نقاتل مقابل تحسين مركزنا، ولكن في النهاية يعني نقطة خارج الملعب رغم ظروف يمكن غيابات، غياب الحارس مصعب الحوز، نعم، عامر شاطئ النقاط، مجموعة من اللاعبين لظروف إصابات. وفي النهاية أنا يمكن ما شاهدت المباراة بحكم وجودي في صلالة، ما حضرت المباراة، ولكن من خلال اتصالي بالاخوه الموجودين هناك انه كانت هناك الكثير من الفرص الموجوده ولكن نعم لم تستغل الى اهداف. صحيح، حتى رئيس نادي النهضر لما كنت انسق معه في الاتصال ذكر لي هذه الجزئيه في اضاعه فرص كبيره من نادي ظفار. طيب بما انه صار تواصل ايضا على حسب اللي وصلنا ان حسين الحضري استبدل وصار تلاسن بينه ومساعد الحكم وطرد، وبعد ذلك حسب اللي وصلنا انه اعتدى على مساعد الحكم، ما مدى صحه هذا الكلام؟ والله انا ما يعني اعرف نفسي الحضري يعني انطرد في المباراه انه، لكن وصلت المساله الى اعتداء، لا اعتقد انه كان هناك نوع من الكلام موجود ما بين الطرفين، لكن الاعتداء اعتقد ما وصلنا لهذه الدرجه يعني. نعم طيب احنا عموما بتقول لك لان انا ما كنت متواجد في نعم الحدث كامل، نعم، وما عندي تفاصيل الحدث. انا فقط سؤال للتاكيد لان عموما هي وصلتنا كرساله، واكيد في قادم الايام راح نتعرف على اللي جرى بالتحديد. طيب اليوم القرار بالنسبة للمباراة اللي أثارت مشكلة كبيرة في دورينا وإعادة 6 نقاط لنادي النهضة مع إعادة المباراة مع نادي ظفار، ما هو تعقيبك على القرار اللي صدر اليوم ومتى راح تكون مباراة الإعادة؟ أولا يعني طبعا أكيد اليوم يعني أي مسابقات أو أي عمل لابد أن في هناك لوائح تنظيمية تنسق هذا العمل. ما تم في مباراة ظفار والنهضة يمكن من قبل 4 أشهر من تاريخ اليوم يعني كانت يمكن أمورها واضحة، وتكلمنا على كثير سواء في وسائل الإعلام خلال التواصل معكم أو من خلال كثير من الإجراءات اللي كانت سابقة. يمكن حكمت القرار حكم فيه من قبل لجنة الانضباط وأيدته لجنة الاستئناف بحكم صادر من قبل لجنة الانضباط. ما لا تدخل في أسباب عدم لعب نادي النهضة المباراة أو انسحابه المباراة، والأمور أعتقد كانت واضحة وضوح الشمس للكل، وكان هناك كثير من الأمور الموجودة سواء في عدم لعب هذه المباراة. ولكن ما أحب أن أذكره اليوم أنه أولا يعني صح أنه اليوم هذا المباراة أو القرار يعني أضر بكثير من الأندية، تأخيره كانت هناك علامة تعقب كبيرة في عملية التأخير مثل هذا القرار. ولكن أنا يعني اليوم يعني لابد أن يكون هناك في عمل منظم، يعني الاتحاد لابد أن يكون هناك عمل منظم من قبل الاتحاد، لابد أن يكون عمل منظم من قبل اللجان الذي تعمل في الاتحاد. نعم. فاليوم أعتقد أنه يعني اللائحة الخاصة ب أنا ممكن أريد أقرأ لكم بعض الأمور البنود الخاصة بلائحة التنظيمية للمحكمة الكروية في سلطنة عمان. نعم. طبعا هذا صدر بقرار من قبل مجلس إدارة الاتحاد، وهناك كثير من المواد التي تنص على صلاحية هذه اللجنة، ومن ضمن الصلاحيات الموجودة في الخاصة باللجنة أنا بقرأ لكم نص المادة بالضبط. نعم. هي المنازعات المرتبطة بكرة القدم. وهي النزاعات الداخلية بين الاتحاد العماني لكرة القدم وأعضائه والأندية واللاعبين والمسؤولين ووكلاء اللاعبين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين.
أو النزاعات بين أي ممن سلف ذكرهم، والتي لا تدخل في اختصاص لجنتي الانضباط والاستئناف أو غرف صد المنازعات. يعني لجنة المحكمة الرياضية لا لها دخل في الانضباط، قرارات لجنة الانضباط والاستئناف. نعم. هذا يعني خطأ كبير وقع في لجنة المحكمة الرياضية. وهناك قرار واضح أعتقد موجود، وأنا ممكن أرسل لك إياه الحين حاليا، نص منه يعرض على الإخوة المشاهدين في عدم حقيقتها في نقض قرارات بتخص لجنة الانضباط والاستئناف. هناك ممكن تحكم ما بين الاتحاد وأعضائه، ما بين الاتحاد والأندية، ما بين الاتحاد في هذا، في أمور خارجة عن اختصاصات لجنة الانضباط والاستئناف. يعني أعتقد نقطة مهمة جدا كملخص للي قلته. نعم، يعني كملخص للي قلته، متى ما صدر قرار من الانضباط أو من الاستئناف لا يحق للجنة التحكيم الرياضي التدخل. هذا ما تنص عليه لائحة التحكيم الرياضي. لا، لائحة التحكيم الرياضي تنص عليه لا يحق التدخل. نعم. في اختصاص لجنتي الانضباط والاستئناف. طيب، وهذا أعتقد اليوم لجنة التحكيم الرياضي يعني خرقت قوانين موجودة ومفروض أنها تمشي عليها. وأنا ممكن حتى حاليا أرسل لك نص القرار تركي، وممكن تعرضه على الإخوة المشاهدين في برنامج الدكة. عندنا الرجوع لقوانين، واليوم أعتقد أنه لابد من كل عمل يكون هناك منظم وفي لوائح وأنظمة تقر هذه الجوانب كلها. نعم. طيب، يعني الشيخ بدر، أذكر بعد مباراة، كان تواصل معك بعد مباراة النهضة في الدور الأول، وإذا ما خانتني الذاكرة قلت لي أنا رايح صور، ومعي كان مباراتك مع العروبة، ومعي 19 نقطة، كان عندك 16 والثلاث اللي لازلت أقول وفق اللوائح الموجودة. نعم. إذا الاتحاد العماني ولجانه لا يحبوا أن يخترقوا لوائحهم، لازلت نقاط مباراة النهضة مع ظفار، إلا إذا هناك خروقات للنظام لمصالح أخرى فهذا يرجع للاتحاد ولجانه. أما بوفق اللوائح والأنظمة. نعم. أنا متأكد أنه ما قلته وما تكلمت فيه هو يعني كنت متأكد منه ووفق الإجراءات والنصوص اللي الخروقات هذه للنظام. يعني من اللي قام فيه هذه الخروقات للنظام اللي قلتها قبل شوي؟ اليوم قبول الاتحاد كمجلس إدارة بتحويل قضية نادي النهضة إلى لجنة المحكمة الرياضية هو يعني خرق للنظام ولوائحهم المعتمدة من قبل الاتحاد، والحكم من قبل لجنة المحكمة الكروية في قضية لا يحق لهم الحكم فيها، فهذا كذلك خرق لأنظمة ولوائح الاتحاد. طيب، ماذا لو تم تحديد مثلا نهاية الشهر الحالي موعد للمباراة المعادة مع نادي النهضة؟ شوف، اليوم يعني اعتقد ان عادة المباراة يعني بالنسبة لنا نحن يعني نقاط المباراة او يعني كسبها او خسارتها يعني ما هي مجرد يعني تحسين مراكز، ولكن وفق الضوابط هذا لا يحق للاتحاد إعادة المباراة. واعتقد انه سوف يكون في هناك مراسلات ما بيننا احنا كمجلس إدارة وما بيننا كاتحاد والمسؤولين في الاتحاد المختصين في هذا الجانب لتوضيح هذه النقاط إن شاء الله. لا أقصد لو بكرة تحدد موعد مباراتكم مع النهضة، هل ظفار جاهز لخوض المباراة أم ربما معكم تحفظ في هذا المسؤول؟ ساعتها لكل حدثين حديث. يعني احنا اليوم في الظفار إن شاء الله حنمشي على وفق اللوائح والقوانين الموجودة. يعني لما الاتحاد أقر أنه هو مسؤول على خرقه للنظام، في النهاية نحن يعني سوف يعني نجلس كمجلس إدارة ونناقش هذا الوضع، ويكون هناك في قرار من قبل مجلس الإدارة في هذا الجانب. أنا اليوم ما أقدر إني يعني أقول لك إنه مجلس إدارة يعني سواء إنه ممكن نلعب مباراة أو لا بس عفوا يعني آخر. لا بس الشيخ بدر اسمح لي، يعني إحنا أحيانا الأمور يعني مثل ما يقول يعني الكتاب باين من عنوان، لما تقول لكل حادثة حديث وكأنك تهدد بعدم خوض المباراة متى ما تمت أو قرر يعني موعد لها. هذا القرار يرجع لمجلس الإدارة متى ما تم اتخاذ القرار بشكل نهائي، والاتحاد خاطبنا بإعادة المباراة بتاريخ محدد. نعم. سوف يكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة ونناقش هذا الوضع. ويتم قرار الوضع هل نلعب مباراة أو يتم سحب النقاط. ويمكن هذا مجلس الإدارة. نعم. ماذا عن رئيس مجلس الإدارة؟ الإداري يمكن نعم. حصل تعويض مالي. انت كرئيس مجلس اداره شو رايك في الموضوع؟ يعني مع احنا كذلك احنا متضررين، احنا يعني ممكن نطالب بتعويض مالي لما خسرناه في الفتره الماضيه. نعم. سواء من ناحيه اليوم اثر علينا القرار هذا، من ناحيه نفسيه حتى قبل مباراتنا مع النهضه. صحيح. يعني حتى القرار اليوم اتخذ في يوم مباراتنا مع النهضه.
يعني بالضبط. حتى هذا من ناحيه نفسيه. اليوم احنا كمان مثل ما اليوم لجنه المحكمه الكرويه حكمت ب 10,000 للنادي لانه تاثر نفسيا من خلال هذا، اليوم احنا هذا القرار اضرنا نفسيا واضر بالفريق نفسيا قبل المباراه، وكنا ممكن نحتل المركز اكبر من ذلك. طيب عموما الشيخ بدر بن علي الرواس رئيس مجلس اداره نادي ظفار، شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في القادم. شكرا لك. احنا عموما ناخذ الراي والراي الاخر، اتصلنا برئيس نادي النهضه اللي طبعا القرار صدر لصالحه، ورئيس نادي ظفار اللي هو يعتبر اللي كانت المباراه طرف طبعا في المشكله على اعتبار ان النهضه انسحب امامه وستعاد مباراته. هناك انديه اخرى ايضا متضرره، من المهم والواجب ان نستمع لها، لكن مش في حلقه اليوم ان شاء الله، يوم الاحد قبل الجوله الاخيره. ومره ثانيه نكرر، بما ان هناك حق لنادي النهضه واستعاده فهذا حق مشروع، لكن مسألة التوقيت ومسألة المماطلة ومسألة التأخير هذه أندية كثيرة تضررت منها. هيثم خليل عودة لك للمرة الثالثة، نقطع عليك لكن الاتصال كان أكيد مهم مع رئيس نادي النهضة ورئيس نادي ظفار، تفضل هيثم. بكل تأكيد خالد، يعني هو تكلم الآن الشيخ بدر وأثار موضوع مهم، وقال لكل حادث يعني حديث. نعم. يعني هذا تلميح مثل ما ذكرت أيضا أنه إلى موضوع ربما يعني ما يلعب المباراة، أو يعني هذا التلميح من كلامه. لكن بالفعل أيضا كلامه عندما تحدث أيضا هو ضم صوته إلى موضوع التأخير وإلى لجنة التحكيم والقرار اللي اتخذه. المفروض أنه لجنة الانضباط أو لجنة الاستئناف عندما تتخذ قرار يعني المفروض هو القرار يكون الأخير. يعني ليش هذا التأخير استمرت هذه الفترة الطويلة والآن صدر القرار في هذا التوقيت وفعلا أضم صوتي إليه، لأنه قال في نفس المباراة توقيت الزامن مع مباراته مع فريق النهضة ليلعبه هذا اليوم، وتوقيته أيضا قبل يعني الحدث الأهم اللي هو يوم غد إن شاء الله. فبالتالي لجنة التحكيم هي اللي يعني الآن بهذا القرار اللي اتخذ الآن وفي هذا التوقيت اللائمة فعلا يقع عليها. يعني مجمل الموضوع هذا، لأنه هذا القرار بالفعل أضر بالأندية جميعها. يعني الآن الأندية هذه، وهذه قضية الآن صارت كبيرة وإحنا على ختام الدوري يعني يوم الاثنين. فبالتالي يعني مثل ما بدأ الدوري بإضرابات للتحكيم وكان هناك مشاكل، الآن ختام الدوري بطريقة اللي الآن نشوفها الآن ونشاهدها ونتابعها. طبعا الموضوع الأهم أيضا هو موضوع الأندية الأخرى. يعني الآن إدارة نادي بوشر مثلا بكل تأكيد لن ترتضي على هذا القرار. يعني الفريق راح خلص، هبط الآن، هبط إلى دوري الدرجة الأولى. الأندية الأخرى ما ذنبها، يعني السويق، صحار، الشباب، يعني ما ذنبها بهذا الموضوع. يعني إذا النهضة عنده هذا الموضوع بالفعل النقاط تم إعادتها وقلنا مبروك للفريق، ما ذنب هذه الأندية. وأيضا نادي ظفار يعني هو مثل ما يعني اللي ذكر الشيخ في حينه أنه أنا بجعبتي الآن 3 نقاط بعد الانسحاب اللي صار. أي واحد كان يتوقع يعني من أنت فريق أمامك ينسحب من المباراة، يعني تتوقع أنه بصورة يعني على عجلة أنه حتجيك 3 نقاط باعتبار أنه أنت ما هو ذنبك. نعم. يعني الآن اليوم نادي ظفار إيش ذنبه إذا أنا أو مو فقط نادي ظفار، أي فريق ده يلعب الفريق المقابل انسحب، إيش ذنب هذا الطرف يعني أنه يلعب مباراة وإعادة؟ يعني ما هو يعني هل هو يعني الآن ما هو ذنبي أنا إذا الفريق الأمامي انسحب من المباراة؟ هل أنا قلت له روح انسحب من هذه المباراة؟ إذا كان هناك خطأ في التنظيم، تنظيم كان فيه خطأ أنه هو ليش صار هذا الموضوع كله؟ فما ذنب ظفار أنه تعاد المباراة؟ طيب عموما المادة اللي ذكرها الشيخ بدر في قادم الوقت راح نعرضها بشكل مباشر ونتناولها لانها نقطة مهمة جدا جدا. هلال المخيني تأخرنا عليك لكن استمعت لآراء الأخوة اكيد وللاتصالات وتعقيبك. نعم. على اللي حصل اليوم. بداية نبارك للنهضة. نعم. عود 6 نقاط. نعم زايد نقطة. نعم نقطة عن المباراة، وأقول تحديدا هارد لك لبوشر. بوشر هبوط رسمي الآن أصبح بعد هذا القرار. نفس الشيء المتضرر المباشر الشباب، المتضرر المباشر ظفار. يجب انه هذه الانديه تتحرك على اساس انه الطالب حقه. 3 الانديه تحديدا تحرض الانديه يعني؟ لا مو تحرض، التحرك اذا كان لا هناك انت لا انا مش تحريض، انا محرض. يعني مثل ما طالبت اذا كان 6 نقاط
حق مشروع لنادي النهضة ترجع لنادي النهضة، واليوم أبارك لهم إذا كان هذا الحق. ولكن في حاجة مبهمة وأنا جاي لك في هذه النقاط. تفضل خذ وقتك. يعني أخذ النقطة اللي ذكرها أخوي سيف سلطان، دائما القانوني إذا كان، إحنا مش قانونيين، ولكن دائما القانوني وهذا متعارف عليه في العرف القانوني، إذا كان لا يستطيع أن يعطي الناس حقوقها وفي تأخير ويضر بطرف آخر، إذا عليهم الاستغالة، لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف عليهم الاستغالة. وإذا كان ما يستغيلوا من الاتحاد، على الاتحاد أن يغيلهم بكرة حتى تكون لهم ذكرى يوم نهاية الكاس تكون إغالة، لأن أكيد مثل هذه القرارات هناك أكيد في قرارات سابقة وتضررت منها أندية. صحيح أكيد صحيح. يعني هذا الكلام، هذا أول شيء 100% هالكلام. هذا أول شيء. أنا بسأل سؤال، هل اختلفت اللوائح بين لجنة الانضباط وبين لجنة الاستئناف؟ هل اختلفت اللوائح؟ لا، هي واحدة، الانضباط والاستئناف واحدة، هي واحدة. إذن ليش تحولت القضية طالما إن هناك في مادة صريحة مثل ما ذكر الشيخ بدر إن ما تدخل لجنة التحكيم الرياضي في قرار قرارات لجنة الانضباط والاستئناف؟ إذا تحولت القضية ليش؟ إذا كيف تدخلت؟ لا، كيف تحولت القضية إلى لجنة التحكيم الرياضي طالما إن هذه المادة شارحة إن لا يجب أو لا يجوز يعني تحول النهضة اشتكى يبحث عن حقه؟ لا لا، النهضة عنده حق، أنا قلت لك حتى بالست نقاط طالما إنه رجع، أنا عنده حق. أنا ما ألوم الآن لجنة التحكيم الرياضي، أنا ألوم الاستئناف والانضباط. في جزئية بوضح لك، النهضة أيضا من أكبر المتضررين، هذا الست نقاط لو كانت عنده من بعد مباراة، هم عانوا طوال الموسم، عانوا، كان ممكن الفريق ينافس، عانوا طوال الموسم النهضة صراحة. ولكن الشيء المبهم والشيء يعني في حاجة تدور في الوسط صراحة، الخلة وين تكون؟ هل في اللجان الاتحاد أو في اللوائح؟ هني مشكلة. أنا ما أتكلم الآن عن النهضة، أنا أقول في اللجان الاتحاد للأسف في لجنة الانضباط، في لجنة الاستئناف هناك في خلل، وخلل واضح. نعم. هني في مواد ومادة صريحة طالما إن لا يجوز تحويل القضية اللي تخص. نعم. الاستئناف والانضباط. النهضة حول القضية. لا، مهما كان كيف. مهما كان مثل ما ذكر لك الآن الشيخ بدر إنه يقول لك هناك في مادة صريحة. طيب يعني لا تتدخل في قرارات لجنة الانضباط والاستئناف اللي هي لجنة التحكيم الرياضي. إذا كيف تحولت هذه القضية من الأساس؟ يعني مفروض لجنة الانضباط والاستئناف ما تقبل بالقضية إذا كان هذا الشرط يعني موجود، وخالد بيعرض بعد شوي. يعني كيف تحولت القضية؟ إذا هناك الخلل في لجان الاتحاد. هذا جانب. الجانب الشيء اللي بغيت أذكره وتحديدا أناشد السيد رئيس السيد خالد بن حمد رئيس الاتحاد العماني، صراحة يجب أن يكون عنده حل وقرار، يعني مش في عادة ست نقاط أو سحب الست نقاط. أنا ما أتكلم عن هذا الشيء، أنا أتكلم عن هذا الشيء، النقاط المهمة. اليوم القرار مختلف، بعيد عن القوانين وبعيد عن اللوائح، وهم أكيد تورطوا بقرار لجنة الاستئناف اللي قبلت القضية، وتورطوا بقرار لجنة الانضباط. صحيح. من الأساس. إذن وين المشكلة؟ المشكلة ما في لجنة التحكيم الرياضي اللي عدد ست نقاط، المشكلة في اللجان الموجودة في الاتحاد واللوائح. نعم، على السيد خالد إن الآن يعمل أي فعل على أساس يعني بالقانون، إن هذه اللجان صراحة يعني أضرت بالمسابقة، أضرت بأندية. اليوم إيش ذنب بوشر؟ نعم، ايش ذنب النهضه اللي دخل في طوال الموسم في معاناه؟ صحيح. ويمكن حتى احنا كنا في بعض الطروح كنا غاسين، وصل لاربع نقاط. نعم، خليت يعني اربع نقاط في بعض الجوانب. ايش الذنب هذه؟ ايش ذنب انه الاتحاد يتكلف مصاريف لجان جالسه ما تعرف شغلها؟ ايش الذنب؟ من يتحمل هذه ما تعرف هذه شغلها؟ لا، هذه لجان ما تعرف شغلها. الان من يتحمل العوائد او الشرط اللي فيه الغرام الماليه؟ من يتحمل هذه؟ يتحمل الاتحاد على أخطاء الآخرين 10,000؟ نعم، إذا كان أعاب المحاضرة وهذه اللجان يعني مش منبثقة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. نعم، هذه لجان يعني قانونية مستقلة. إذن صراحة هناك علامة استفهام كبيرة طالما إن يحكموا بهذه الطريقة، أو قبلوا يعني في البداية إنهم يخصموا ست نقاط، يسحبوا ست نقاط من نادي النهضة بهذه الطريقة، صراحة مشكلة. صحيح. إحنا اللوائح، كل اللوائح اللي نقراها كلجنة كلائحة المسابقات ولائحة يعني كلها فيها الأمور واضحة. نعم. إيش اللي يدور هناك؟ يجب على رئيس الاتحاد صراحة وأعضاء إدارته يتحروا عن هذا الأمر، لأن أضر بالمسابقة، أخر من نوعية المسابقة بشكل جدا كبير. نعم. أندية خاصة بوشر تحديدا
تضرر بشكل وهو نادي ما له اي ذنب في هذه القضيه. نعم. اذا من يتحمل؟ ظفار يعني اذا انسحب من ثلاث نقاط منه تاثر نفس الشيء تاثير مباشر، الشباب من كانت حظوظ قويه الان ممكن انه يلعب ملحق، اذا هذه ثلاث الانديه يعني احنا نعرف ان السويق وصحار وكان معاهم النهضه سابقا ولكن الان النهضه بست نقاط عدى هذه المرحله، ولكن نفس الشيء بالنسبه للسويق وبالنسبه للصحار دخلوا في معمعه بعد هم كانوا والشباب والشباب نفس الشيء انا اقول لك المتاثرين من هذه القضيه. نعم واحد من الثلاثه نطالب صراحه انه يكون في تدخل سريع على هذه المساله. احنا يمكن في مره تحدثنا عن دور الشباب اذا ذكروا المشكله اللي حاصله في مساله تاخير اصدار القرار اللي يعني اخذ اكثر من ثلاث اسابيع وطرح الموضوع هنا في الدكه ويبدو ان لجنه الانضباط يعني شو بقول يعني ايش اللي كان معهم بالتحديد في اليوم الثاني طرحنا الموضوع بالليل في اليوم الثاني الساعه 9 الصباح صدر القرار. يعني معقوله كل هذا التاخير؟ سيف الجابري نرحب فيك مره اخرى. سيف سلطان وهلال المخيني طالبوا الاستئناف ولجنه الانضباط بالاستقاله، هل تتفق مع هذا الطرح؟ انا عندي نقاط كثيره خالد نقاط يعني كثيره بس قبل اعقب لي على السؤال اللي سالته. لا انا عشان لما اقول انت الحين انا عندي هذه النقطه بوصلها بس عشان اوصلها زي. عشان اوصلها لازم اقول شيء. تفضل. شوف خالد اول شيء انا هني احنا كنا ناخذ اراء وارائنا تختلف عن طبعا وانا ما شلتني العاطفه شخصيا اتكلم اجد انه وقلت هذا الكلام على مسؤوليتي الخاصه نعم انه الاتحاد العماني كان مخطئ في مباراه النهر في مباراه النهر والظفار واتى ما اتى وتحدث مع ان تحدث وسيف ميال لجانب هذا الكلام حدث انتم لكم اراءكم واللي احنا لنا ارائنا والجمهور له راي بس انا اريد اقول شيء انا مؤمن ايمان مطلق بانه القضيه يتحملها الاتحاد العماني في الرابطه وفي المسابقات في القضيه هذه. ليش الرابطه والمسابقات؟ بنعيد الكلام اللي قلناه. ليش ما تكون لجنه الانضباط؟ في البرنامج ليش ما تكون لجنه الانضباط؟ بجيك انا بجيك الخطا الاساسي اصلا في تغيير وقت المباراة الكل هالعملية هذه بين قوسين في قضية توقيت المباراة وكان لرأي احنا شوف اذا بنترك قضية نعم النهضة وصل وعسكر ومفروض يلعب هذا عاطفة اليوم انا اقول شكرا النهضة ومثال يحتذى فيه صراحة انه راح ورفع المسألة الى هذا الى هذه الدرجة وعمق الموقف بشكل قوي علشان يعطي الاندية بكرة في عمان حقوقها مش فقط في قضية النهضة باكر لما اي نادي يتضرر من 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 ما حدث له من الاتحاد بلجانه سواء القانونيه او الاساسيه اللي هي موجوده معاه اللي هي من مجلس الاداره مكونه من مسابقات او تحكيم او غيرها. بس الماده ما تجوز الماده يعني انا عندي تعليق عليه عندي تعليق عليه هذا الكلام. اول شيء انا اتفق طبعا في قضيه انه هو النهضه ك ك كطرف هذه حقوقه غرامه ماليه فرضت عليه سحب عنا البنك رصيد جمده تاكد من حقوقه الماليه رجع له رصيده هذا حق مشروع من ارصدته بناخذها بالجانب المالي مال البنوك لا خلف الكواليس كان في اشياء كثيره حصلت تكلمنا عنها يوم المباراه في قضيه التغيير والمراقب والمراقب يغير والحكم ما يعرف عن المباراه وقلت لكم يا خالد تكلمنا بصريح العباره الحكم هو المعني في تغيير وقت المباراه الحكم ما اقر نعم. تغيير موعد المباراه هذه حقيقه المفروض نحن اليوم ما نطمس هذه الحقيقه، هذه حقيقه حصلت يوم المباراه، بغض النظر عن حقيه ظفار في المباراه وحقه مشروع ويطالب فيه لاخر يوم هذا حقه، لكن انا كنت مؤمن ايمان مطلق انه النهضه كان المفروض ياخذ شو اسمه، جانب مهم اخر يمكن سالم ما قاله وانا اعرفه شخصيا حاله التزوير اللي تمت وين هذا الامر؟ رسالتين روحا من الاتحاد من نادي النهضه كنت اتمنى تسال سالم ذا الموضوع عن حالة التزوير في تزوير مدير توقيع مدير الفريق من اللي زور؟ ما نعرف من اللي زور لا انت تتهم احد يعني؟ انا اقول لك حلو نعرف كيف بنقول الحين انت تقول حالة تزوير من اللي زور يعني؟ خالد هذا كشف الفريقين يوقعوا عليه مدير الفريق نعم مدير الفريق بعثوا رسالة رسمية نادي النهضة بأنهم ما وقعوه هم يقولوا وقعوا على الكشف الأول ورسلوا رسالة يقولوا على الكشف الأول بجيك رسلوا رسالة للاتحاد العماني في البداية نحن نريد نحيل هذا الموضوع إلى شرطة عمان السلطانية التحريات الجنائية. اها في تزوير هذه المعلومة أنا متأكد منها. تزوير في التوقيع. طبعا نادي النهضة في مسألة تغيير الوقت إلى آخر الوقت وأنا حتى قلت هذه جريمة يعاقب عليها القانون. ليش أقول لك في أشياء خلف الكواليس خالد نحن عشان ما نتكلم أوكي نحن ما نريد نتكلم عن القضية انتهت القضية. خلينا ناخذ القرار أنا في وجهة نظري. لا لا بس هذا كلام خطير اللي أنت تقول اصبر أنت ما بس يعني قلت ليش تبغى أقول زين أكثر؟ يعني تزوير من اللي زور من اللي وقع على الكشف.
حتى اقول لك ولا شيء يدرس له حاله احنا الجنايه عشان يعرفوا من المزور. وليش الموضوع هذا ما يعني ما لا يستمر؟ هل من التحكيم؟ هل من مراقب المباراه؟ من لانه دائما الكشف رجع اتصل في سالم الكشف يكون مع الحكم اتصل قول والحكم هو ليش ما ذكر الان؟ انا اقول لك ترى هو ما ذكر انا قلت هذا الموضوع طرح ترى انه توقيع ابو احمد قرار معلش معلي انا ترى بقول شو اسمه وجهه نظري لا تستعجل علي زين في مساله ضرر الانديه اتفق صحيح في أندية وقع عليها ضرر وسبب التأخير هو النظام نظام لجنة التحكيم ما ذنب النهضة ليش؟ لأنه يقول لك عندك لحد 100 يوم تقدر ترفع يعني تظلمك. بالنسبة لقضية تظلم اللي هو النقطة اللي قالها الشيخ بدر رواس هذه تفسيرها شوف أنا متأكد 100% الاتحاد العماني لكرة القدم ما راح يحول للقضية لجنة التحكيم الرياضي إلا على سند قانوني. طيب اسمح لي ما أنا كثرت هذه النقطة نشوف القرار اللي ذكر قبل. بس أنا قبل لا تقول أن لا بنشوفه سمعته لا بنشوفه على الهواء على الشاشة على أساس أن أيضا المشاهد الكريم هذا النص اللي الخاص بالمنازعات المرتبطة بكرة القدم واضحة طبعا النزاعات الداخلية بين الاتحاد العماني لكرة القدم وأعضاء أو الأندية واللاعبين والمسؤولين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين أو النزاعات بين أي ممن سلف ذكرهم والتي لا تدخل في اختصاص واضحة الجزئية لا تدخل في اختصاص لجنتي الانضباط والاستئناف أو غرفة فض المنازعات الداخلية باعتبارها درجة أولى للتحكيم في المنازعات المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم. سيف مشو تفسر هذه مسألة لا تدخل في اختصاص لجنة يعني إذا كيف تحول هذا الموضوع؟ شوف خالد وليش أعضاء الاتحاد أيضا جلسوا في مع هذه اللجنة؟ شوف هذا الكلام أنا سمعته في الآونة الأخيرة إنه خاصة بعد ما جات اللجنة الأولمبية وخلق طبعا نعم. المحكمة وكان في معلش يعني بقول لك وكان في عتب من الاتحاد وكيف تدخلونه منظومة اللجنة الأولمبية نحن هيئة مستقلة وتابعين الفيفا وكلام والمحكمة الكروية لجنة التحكيم الرياضي لجنة تأتي بعد أدوار التي تلعبها طبعا القرارات التي تصدر من شوف لجنة المسابقات لجنة تابعة للاتحاد أعضاها من الاتحاد نعم اللجان القانونية أفراد من خارج الاتحاد صحيح؟ نعم اللجان القانونية التحكيم لجنة قانونية هي محكمة عليا ترفع الحالات الخصام التي تقع ما بين الاتحاد وما بين الأندية أنت كنادي أنت الخصم معاك الاتحاد الحين مش القضية في قضية فقط 6 نقاط الاتحاد رفع قضيته على انه المسابقات الام زين عندهم حالات استندوا على قضيه التزوير في قضيه التوقيت وانه القرار وتأييد قرار اللجان القانونيه الاستئناف والانضباط الانضباط ثم الاستئناف لهذا القرار غير صحيح كانت الشكوى ماله ضد الاتحاد العماني لكرة القدم ككيان الخصم ماله وهذا واضح في 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 تنظيم او في اللي هو خلنا نقول المهام الموكلة للجنة التحكيم الرياضي هذا اللي عارفه هذا أنا ما شفته هذا عارفه لجنة التحكيم الرياضي شفتها بعيني لما كنت في الاتحاد هذه المحكمة الكروية شيء جديد لو كان هذا تتعارض مع هذه هذاك شيء آخر معلش شيء آخر أبو أحمد هذه أشرح لك الحين محكمة هذه اللي الحين تراويتني إياه هذا أنا موجود في الاتحاد لين 2012 لكن أنا أريد أعرف أبو أحمد القضية هذا من حولها إلى لجنة التحكيم الرياضي هل صح. لجنة الانضباط ولا الاتحاد العماني لكرة القدم الاتحاد العماني لكرة القدم كيف حوله وهذا كيف هو هذا وهذا هو قرار من لجنة الانضباط شوف لجنة التحكيم الرياضي إيش هي لجنة التحكيم الرياضي ايش لجنة التحكيم يعني خلاص ما موجوده نعدمها الحين لا مش نعدمها بس هذا الكلام اللي من اختصاصها النزاع اللي بينك انت النزاع اللي بينك انت وبين الاتحاد من اختصاصها طيب موجود خلنا بكره اجيب لك اياها خالد في الحلقه بجيب لك اياها انا النزاع انا من النادي ايوه انا نزاعي كان مع لجنة الانضباط ولا نزاع مع لجنة الانضباط هي اللي اصدرت القرار لا حبيبي وهذه من برا على الاتحاد ابو حمد نزاع نادي النهضه مش مع الاتحاد مش مع لجنه الانضباط نزاعه مع الاتحاد في انه احنا الان ما انه ارفق معلش ارفق القضيه ابو حمد انت معلش عشان اشرح لك ارفق مستندات لصالح الاتحاد في هذه القضيه طيب زين طيب علشان لو تلاحظ حتى انت معلش انا هذا الكلام ما ادين في احد سرعه ارسال هذه المعامله او الكيس هذه إلى لجنة الانضباط ما أخذت وقت خلال 48 ساعة محول لجنة الانضباط لاتخاذ القرار السريع فيها طيب في أوراق ما وصلت في طيب. أوراق ما وصلت طيب. إلى حتى لما استلمت هل قدمت فيما بعد للجنة الانضباط والاستئناف ما لا أيدتها ما قدمت
ليش ما قدمت؟ يعني كان بإمكانها التراجع عن قرارها؟ لا ما قدمت. لما هذا خطأ طبعا في اللجنة، أكيد أنا أتفق مع القرار أنه خاطئ، ما عندي خلاف على هذه المسألة لأنه ما استندت على جميع. لكن اليوم لما جينا أخذ كل الخلفيات، أنا أعلم تماما اليوم حتى في جلسة اليوم هذه في اتخاذ القرار أنه في أشياء يعني خلف الكواليس أنا ما أقدر أقولها صراحة شخصيا، لأن أحس أنها ما راح تضيف شيء. لكن لا اذا ضيف شيء لازم تنطر. لكن لا سيف اذا معك شيء قول. لا لحظه تعطينا كذب السقاي مثل الدكتور تعطينا بالسقاي. لحظه لو سمحت سؤال. لا هيثم بعطيك الوقت. هو كان يتوقع انه ست نقاط ترجع للنهضه من البدايه، اصر على هذا الشيء من زمان من قبل اكثر من شهرين. لا زين ليش هذا التوقع؟ سيف الجابري موضوع التزوير على اللوائح. لحظه استند لك على شيء. ممكن طلب؟ لا خلي تفضل. انت متى ما متواجد هنا في برنامج الدكه وعلى الهواء مباشره معك حاجه بدون ما فيها طبعا لا سمح الله وحنا اكبر من هذا الشيء اساءه وغلط على اي شخص، مهم انك تقولها. لا مع فالحين هذا اللي خلف الكواليس. لا من فضلك. لا تعطينا جمله وما توضح لنا الباقي. لا خالد معلش، لان كل حد بيفسرها بتفسير. خالد انا لو قلت شيء فسرها بتفسير. انا اقول لك اعلم بعض الاشياء ما بقولها، انا حقي هذا. ليش ما تقول؟ ما اقولها، بقولها في التوقيت المناسب، ما بقولها الحين. ما اقدر اقولها، ما في اشياء. ليش طرحت؟ اذا انت ما صريح. ليش طرحت لعد الموضوع؟ معلش خلينا نكمل بس الجزئيه. لا بس ما صريح، اسمح لي. لا يعني لان سيف احنا لما نناقش الموضوع بكل ما انت احنا لما ذكرت لحظه انت تراك ما تفرض علي انا اقول شيء ما بدي اقوله. انا اقول لك في شيء عارفه ما بقوله. لا بقول لك شيء خلاص. هيك لما قلت لنا موضوع التزوير هذا كلام خطير. ما اعرف هل يفيد المشاهد في صلب القضيه؟ لا انا ما اريد. احنا معلش كل شيء يضر اطراف انا ما اريد اقوله. بس ليش طرحت كابتن؟ ليش طرحت؟ ما اقدر اقول. لكن قلت ما في التوقيت، يعني ممكن في توقيت آخر. في توقيت آخر ممكن. إذا يضر. لأن ذكر موضوع التزوير في التوقيع. هذا معلن خالد. هذا رئيس نادي النهضة أيام الأزمة كان هي واتصل وقال هذا الكلام. إحنا ما وقعنا على الكشف. وأنا قلت لكم إن الجماعة قال ما وقعنا على الكشف. هذا كلام موجود. ليش إحنا ياسين ننسى الحين؟ ننسى اللي كان قالوا لنا يا الجماعة. لا. بس إن أحد جاء وقع زور توقيع مدير الفريق. ما وقعوا، قالوا حيلوا إلى الجهات القانونية في عمان مرتين يرسلوا رسائل للاتحاد مرتين. أيوه. حيلوا هذا الموضوع. نحن ما وقعنا على هذا الكشف وما تم حالته، ما نعرف ايش صار. زين عفوا بس اقول شيء. ايوه الله يحفظك. اسف اني بس ايش ما تدخلت من كان يعني رئيس نادي النهضه على لان هذا الكلام قيل هني. لا انت لا اقصد بهذا موضوع التزوير. ليش ما تدخلت؟ التزوير ترى قيل هني من اول. اوكي حلقه الاحد حلقه ان شاء الله تعالى. لا خطير جدا موضوع الكشف هذا، قيل اثير من اول ما جديد يعني. لا بس ليش انا اسال فيه سالم؟ سالم قال لنا ما وقعوا. أيوة. لكن احنا ما عندنا خبر ان حد يوقع. ما قال لي انا جبت المعلومه، وما قال لي انه ودوها الى الاتحاد. انا عرفت انه خاطبوا الاتحاد مرتين. انت عندك الموضوع. مصادرك في نادي النهضه الخاصه. بالضبط امورك طيبه. عندي طيب. مصادر. كمل سيف الجابر على اساس انه ايضا نتحدث بعد ذلك. النقطه الاخيره اللي بغيت اقولها انه في ضرر نعم وقع. انا اكلمك شخصيا، ما يخفى هذا الامر. اخواني في نادي السويس قلت لهم على سبيل المثال. نعم. قلت لهم النهضة سيسترجع الست نقاط. يجب على أي نادي ما يلعب على أساس هذا. طبعاً. أول شيء حالة نحن خالد حتى من تعتمد على نفسك. نعتمد على أنفسنا. لما نطلع الكشف كل يوم نكتب خصم ست نقاط. بين قوسين ولا لا؟ بين قوسين. بين قوسين. نعم. بمعنى أنه هذا أمر معلق. صحيح. ممكن يرجع في أي لحظة. واحد. رقم اثنين، إذا كان بنعمل على الضرر كل الأندية تضررت، يمكن ما له بس فقط أندية معينة. بوشر لو بقول شيء في أندية تضررت مباشر. مثل بقول لك تضرر مباشر لها. زي بقول لك شيء نزل الفريق. بعطيك بس بوشر، خلنا ناخذ بوشر اللي قلنا عنها. لو كان القرار صادر اليوم الساعة 9 بالليل والمباراة منتهية 1-1، ايش كان بيصير مصير بوشر؟ فرضا يعني مباراة من اللي هي منتهية ظفار ظفار والنهضة. أيه. منتهية 1-1 صح؟ أيه. ايش اللي بيصير؟ خلاص هبط رسمي. لا اعطيك ترى مثال. معلش معلش انا اقول لك انا اليوم خصم من عندي شيء علشان اقول عندي ضرر. انا بغض النظر عن قضيه ان بوشر يستاهل يكون في دوري دور المحترفين. على عينه وعلى راس فريق احبه واتمنى يظل. السيف فريق جيد، في فرق اوكي. لكن اليوم انا اجي ابني اني انا ضرري هذا وقع لانه النهضه قاعد اشوف الترتيب. انا قاعد اشوف الترتيب وانا اعلم تماما ان النهضه عنده قضيه في ضغط. طيب. معلقه في معلقه وكل يوم نناقش. طيب. كم حلقه خالد تكلمنا عنها؟ ليش تاخرت؟ طيب. هذا موضوع ثاني. تعرف إيه؟ واحنا نعرف ان هذا القرار مش طالع اليوم يا ابو محمد. كم مره تكلمنا عن ذا الموضوع؟ لازم اللجنه تصدر قرارها الحين سواء لهم او عليهم. هلال سابقا احنا قلنا لو هذه الست نقاط موجوده مع النهضه والخاض مباراة مع ظفار سواء فاز او غيره او ايا كانت النتيجه، ممكن كان اليوم النهضه في مراكز المقدمه. صحيح صح ولا لا؟ صحيح. بالتالي تضرر النهضه، تضرر من الموضوع.
المسألة أنك إعادة النقاط هذه، يمكن سيف يقول الأندية مفترض تعتمد على نفسها، طبعا هذا الكلام لا خلاف عليه، لكن أنت كنادي مثلا لما يكون اللي تتنافس معه مثلا في الهبوط يعني مثلا عنده 21 23 نقطة وأنت مثلا 29 أو 28 أو 30، ما تفرق الأمور معك لما تخوض حتى مبارياتك، يمكن تكون محتاج نقطة من المباراة، يمكن من مباراتين محتاج نقطة، ما تكون حسابات مختلفة في مثل هذا الجانب؟ طبعا الحسابات كلها مختلفة. اليوم أنت لما تنظر للأندية، في أندية تضررت، المسابقة تضررت، النهضة ما تضرر فقط في سحب ست النقاط، النهضة ما تضرر فقط في هذا، لأن هذه ممكن مثل ما قال الأخ سيف ممكن ترجع، لكن النهضة تضرر على مستوى الإدارة وأنت تعرف اللي حصل، وضغوطات كبيرة وعلى مستوى الجماهير تضرر، على مستوى نفسيات اللاعبين تضرر، محسن درويش وقدم استقالته، يعني الكل عيسى كل الأخوة في نادي النهضة ككيان كامل. ليش حولنا نحن المسار على لجنة الانضباط أبو حمد؟ ليش؟ لجنة الانضباط نسينا الاتحاد، ليش؟ أنا أحس أنه نسينا الاتحاد. لا، لجنة المسابقات ما لها الحق تغيير موعد أي مباراة دقيقة في أقل من 24 ساعة، ليش ما تكلمتوا عن ذا الموضوع؟ لا، ليش؟ هناك في حق، ما له دعوة العاطفة، في حق، لا لا مش عاطفة، لا مش عاطفة، باغي يلعب مش عاطفة، لا 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 مش عاطفة. ليش المادة؟ احنا ذكرنا ايش المادة مال الحكم؟ لا 45 دقيقة الحكم ما شافوه. كيف؟ الحكم ما شافوه. من ما شافه؟ ما شافوه. من ما شافه؟ ما شافوه الحكم ولا تدخل في المباراة. ومن اللي في الملعب؟ مراقب. روح ارجع للوايح، جيب اللوايح بكره من المسؤول. طيب المراقب بيرجع للحكم، ماشي ما حصل، ما حصل خطا، كلام جديد. ما حصل عموما، حصل خطا المفروض يتدارك عموما الرباعي المراقب المباراه. طيب رباعي الدكه والمشاهدين الكرام، الموضوع هذا اعطيناه ساعه، قدمنا البرنامج نص ساعه حتى يعني يحصل على ساعه من حلقه اليوم اللي هي مفترض انها تكون عن نهائي الغد. استمعنا لاكثر من طرف، لاكثر من راي، هناك كان كلام خطير ذكر سيف الجابري على وعد إن شاء الله تعالى يوم الأحد تكملة لهذا الموضوع مع كل الأطراف، المستفيد أو المتأثر أو المتضرر، كل واحد من حقه أن يتحدث في هذا الموضوع. مرة أخرى نبارك لنادي النهضة إعادة الست نقاط، وذكرناها في أكثر من مرة، متى ما كانت حق النهضة أن يحصله. لكن خالد نحن باركنا لنادي النهضة الست نقاط، ألف مبروك لهم. لكن بالنسبة للجنة الانضباط أو الاتحاد، طالبتهم باستقالة؟ لا، يستغل. إيش ردة فعلهم بخصوص هذا الموضوع؟ هل هم مع الموضوع على أساس أنه الآن مبهم بالنسبة للاتحاد؟ هذه مفروض ما أنت طالبهم، ما تطالبهم بالاستقالة، هم يستقيلوا بعد هل هم قرار اليوم أشبه بالضربة القاضية بالكل ضربة. القرار هذا، القرار بالنسبة للجنة التحكيم، هل هم موافقين عليه أو عندهم موضوع آخر؟ مش موافقين عليه هذا القرار. لا بس 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 هناك في مادة، وأيضا الاتحاد مرد بأي قرار. سيف يوم الأحد على وعد إن شاء الله راح نفرد مساحة أيضا أكثر لهذا الموضوع، نتواصل مع إن شاء الله محمد يعطينا المعلومات، محمد يمكن يطلع الأشياء اللي ما قالها اليوم. راح نأخذ مجموعة من التغريدات آراء المشاهدين الكرام عن هذا الموضوع، وبعد ذلك مباشرة إلى صور العفية والمنظر هذا الجميل اللي ورانا. مالك المهري، شكرا لكل من سعى لإعادة الحق لأصحابه، يستاهل نهضة. الآن تبيننا أكثر عن مصدر الخطأ، ما ضاع حق من وراه مطالب، حطوا عليها ألف خط. محمد الشكري، لا عزاء للاتحاد العماني، ولا بد في النهاية رجوع الحق لأصحابه، وألف مبروك للنهضاويين، والكبير يبقى كبير. تفاعل أكيد نهضاوي. ياسر الفارسي، تو الناس على هذا القرار اللي بيلخبط الترتيب في نهاية الدوري. من صحاب طبعا، الحق حق بس ترجع النقاط آخر الدوري، هنا المشكلة، يعمل تلخبط في الدوري وعلامة استفهام على الاتحاد وفرق المؤخرة لا تصمت. البلوشي، لا تعليق، اتحاد ايش ذنب فرق كالسويق وصحار وبوشر، وبالاخص في هالتوقيت مجاملات، يفترض الان السيب مع الرستاق من باب الانصاف. وكيف البقيه؟ ايه ابراهيم الوضاحي، من الطبيعي ان لجنه الانضباط والاستئناف تدين نادي النهضه، لان لجنه الانضباط والاستئناف جزء من منظومه الاتحاد وهو طرف في الموضوع. هم ليسوا طرف اتصور، لانهم مستقلين عموما، لكن الله يعلم ايش اللي صار. لؤي الكيومي، مبروك للنهضه اولا. السؤال الان، بما ان اللوائح كانت واضحه ولجنه التحكيم انصفت النهضه، لجنه الانضباط على اي اساس اتخذت القرار؟
وهذا اللي ذكرناه يا لؤي. نذكر مرة أخرى لهذا الموضوع تكمله وبقية وجزء ثاني إن شاء الله يوم الأحد القادم. فاصل وبعد ذلك مباشرة إلى العفية صور. العروبة وصور في نهائي أغلى المسابقات كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، مباراة خاصة وتاريخية على أرض صور العفية. من يكسب اللقب الرابع في هذه المسابقة الغالية؟ هل يحقق العروبة ثنائية الموسم؟ أم هل يختتم صور موسمه بأغلى الألقاب؟ العروبة وصور نهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، تابعوها في الأوقات التالية. فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. سيف الجابري، عجبتك هذه المكواره وبكره انت موجود في الصور. ذكرني في حضور السلطان كان في التسويق في يوم الايام وقيمته يعني، وكان الفنان عيد حارب المشيفري هو اللي عمل الوريد كامل يعني. تحيه بصراحه يعني كان يوم جميل جدا هذيك الايام يعني. المكواره من الفنون الراقيه جدا اللي نحبهم كثير. زين انت باكر في الصور وهلال بيشوفك المكان المناسب وخذ راحتك. موجود امور طيبه. طيب عموما احنا توصلنا العديد من الملاحظات او التعليقات على مساله موضوع القضيه اللي طرحناها في الجزء الاول بالبرنامج، لكن راح ناجل كل ذلك الى يوم الاحد ان شاء الله. نتحدث أكثر وأكثر. والآن مباشرة إلى نهائي الكأس الغالية بكرة في مثل هذا التوقيت إن شاء الله تعالى ستكون هناك سهرة احتفالية. فلمن ستكون هذه السهرة؟ هل ستتلون باللون الأخضر أم أن اللون الأزرق راح يكون طاغي؟ بكرة إن شاء الله تعالى راح نتعرف على هذا الشيء. سيف سلطان، نهائي كأس، حساسية الدربي وأشياء كثيرة كثيرة أكيد تقال عن هذه المباراة، ما هو المنتظر والمتوقع مع الزخم الجماهيري والإعلام الكبير اللي راح يرافق موقعة الغد؟ خالد بتكلم بالنسبة للاعبين اللي أنا عشت. نعم. يوم صعب قبل المباراة بيوم، يعني كيف تجهز نفسك، كيف تحضر نفسك للمباراة نهائية في مباراة في أرضك وما بين جماهيرك، يعني قريب منك الأمور كلها، فالتعامل مع هذه الأمور يجب أنها تكون بشكل دقيق، خاصة من اللاعب وأيضا الإداري وأيضا
الجهاز الفني. للأمانة نحن محظوظين بأن مباراة نهائية تقام ما بين العروبة وصور في ولاية صور، يعني هذا من الأشياء الجميلة ومن الأشياء النادرة. فالأمور كلها يعني أعتقد أنها ما شاء الله الوضع، يعني التغطية الإعلامية ما شاء الله عليكم تغطية جدا رائعة، البرامج اللي موجودة أيضا الجماهير وتحفيزهم للحضور للمباراة النهائية، اللاعبين على موعد، على يعني يعني شيء بالنسبة لهم تاريخي. خالد، نعم. صور مثل ما ذكرنا أنه استاهل الصعود إلى المباراة النهائية، هذا الموسم كان موسم مختلف بالنسبة لهم، وصلوا عن قدارة واستحقاق. أيضا بالنسبة للعروبة حامل لقب دوري عمان تل للمحترفين، العمل الإداري بالنسبة للفريقين كان واضح، وكان نيتهم واضحة بأنهم يكونوا في المنافسة دائما. نعم. وهذا ما حصل. اللي نتمناه خالد دائما نذكرها، يعني أنا اليوم شاهدت بعض الصور للمجمع الرياضي في صور، يعني ما ارتحت للأمانة، يعني قلت ممكن هناك يكون في تغيير واضح. يعني انا ما اعرف، خلينا ننتظر بكره. لا انا نشوف المشهد بكره لما يكتمل ونحكم بعد ذلك. انا اتكلم الصور اللي شاهدته، يعني هذا يجب انه ايضا يعرفوه المسؤول، يعني وايضا انا اتمنى ايضا من ناحيه النقل التلفزيوني. ايش اللي ما عجبك سيف عشان نعرف؟ يعني يعني شاهدت اللوحه اللي هي اللي مقابل الجبل، ساعة يعني. ساعة الكترونيه طيب. بعد ترى بيغطوها بيسوونها. سيف سلطان، بكره انت بتكون موجود في المجمع وبتشوف المنظر على الطبيعة، سجل كل الملاحظات ولما نرجع في العمل. خلونا نتحول للزميل بدر الغيثي الموجود في صور العفية واللي يعيش أكيد الأجواء الزرقاء والخضراء. مساء الخير بدر، قبل أقل من 24 ساعة على موعد النزال المنتظر بين الأشقاء. مساء الخير خالد، أمس عليك وعلى أعضاء الدكة وجميع من يتابع البرنامج في هذه الأوقات وفي هذه التغطية التي لا تزال مستمرة من عمان الرياضية للنهائي المنتظر بين صور والعروبة، أو العروبة وصور في النسخة رقم 43 لكأس مولانا السلطان المعظم. بكل تأكيد خالد، مثل ما ذكرت أجواء جميلة هنا في ولاية صور، الجميع يعيش أحداث هذه المباراة قبل انطلاقتها منذ أيام سابقة، الحديث فقط عن هذه المباراة هنا في صور. الجميع خالد يحمل الشعارات الزرقاء والشعارات الخضراء ويعيش على وقع المباراة النهائية التي كما ذكر العديد من المتابعين هنا في صور بأنها أشبه بالحلم الذي أصبح حقيقة، أن يلتقي العروبة وصور في نهائي كأس مولانا المعظم في ولاية صور تحديدا. نعم بدر، تصور أكيد ضيوف لديك ربما ممثلي لكل نادي، وماذا عن رابطة مشجعي الفريقين يعني واللي عودونا دائما يعني بالتميز والتواجد في أغلب المباريات؟ تصور ربما قد يكونوا حاضرين أيضا في قادم الوقت. بحول الله خالد، نحاول أن يكون أن تكون رابطة جمهور الفريقين متواجدة هنا في الفندق الذي نبث منه البرنامج، وبحول الله تعالى إن تمكن الجمهور من الحضور وسمحت لهم الظروف بأن يتواجدوا معنا في الأوقات القليلة القادمة ستكون لهم وقفة بحول الله خالد. لكن أستقطع منكم الوقت خالد والترحيب بضيوفي هنا في الدكة، بداية بالدكتور عبد الله بن مبارك العريمي أمين سر نادي العروبة. دكتور عبد الله أرحب بك وسعيدين بوجودك معنا. وأنا أكثر سعادة مرحبا فيكم كذلك. أيضا أرحب بالأستاذ راشد بن سعيد العريمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي صور. راشد أهلا بك. حياك الله. حياك الله أخي بدر. أجواء استثنائية عبد الله تعيشها صور في هذه الأيام، ويمكن إحنا كوسط رياضي ومتابعين لمسابقة كأس السلطان المعظم محظوظين أن المباراة تقام في صور، وأهالي الصور عايشين جو المباراة قبل انطلاقتها يمكن بأسبوع أو أكثر. يمكن التأكيد لكلامك، عايش أبناء الصور بأسرها
الاجواء الاستثنائيه في حال في الوهله الاولى من التاهل بالنسبه للعروبه، وكذلك اعتقد بالنسبه لنادي الصور. ومن سماع خبر ان المباراه راح تقام في الصور الجميع استبشروا خير، وكانت مطالبات حقيقه من القاعده الجماهيريه بان تكون في الصور، وتوجت كذلك مطالباتهم بالتحقيق غدا ان شاء الله حتكون باذن الواحد الاحد. فاعتقد انها فعلا عاشوا وما زالوا يعيشوا وسيعيشوا ان شاء الله مره ثانيه. وطبعا الفرحه بتكون كبيره اكثر للفائز اللي بيعيش اكثر اجواء فرح. انا اعتقد انه الكل فايز. صحيح. مع بغض النظر عن النتيجه غدا، انا اعتقد ان فعلا ابناء صور الغدا بكره الكل فايز. صحيح. الكل فايز باي حال من الاحوال. نعم. وهذا كثير من هذا الشعور متبادل ما بيننا. يعني. نعم. راشد، شو يعني لكم يعني كمسؤولين في مجلس إدارة نادي الصور وك يعني أحد أبناء هذه الولاية العريقة ولاية الصور أن المباراة النهائية لكأس السلطان المعظم تقام في 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 ولاية صور وتحديدا في مجمع صور الرياضي. نعم. أنت كأحد أبناء هذه الولاية بعيدا عن الانتماءات، يعني شو تمثل لك تحديدا، وخاصة أنك عشت يعني فرحة التتويج بالبطولة في 92 و 2007. بداية أخي بدر، أنا أرحب بكم جميعا في ولاية صور، وأشكر عمان الرياضية على التغطية الممتازة اللي صراحة من أسبوع هم في مختلف برامج مختلفة، فأرحب بكم مرة ثانية وأشكركم على هذا العمل الجبار صراحة. بالنسبة للاستعدادات للكاس أو تعني لنا المباراة النهائية في ولاية صور، هي تاريخ يسجل لهذه الولاية ولإنجازات أنديتها. حقيقة هذا الموسم موسم صوري بامتياز في دوري، أبارك لإخواني في نادي العروبة على دوري عمان تل، وكذلك في نهائي الكاس تأهلهم لنهائي الكاس وتأهل نادي صور ومنافسة نادي صور كذلك على وصافة دوري عمان تل للمحترفين. فموسم صوري ما شاء الله بامتياز. أكيد أخي بدر، هذا نتاج عمل جبار من منظومة متكاملة، من إدارة، من أجهزة فنية، من قاعدة جماهيرية، فعمل عمل جماعي منفرد النظير حقيقة. أنا لما شاهده في مواسم مختلفة في أندية صور، والحمد لله جاء نتائج هذا العمل، هذه النتائج إن بكرة إن شاء الله كأس مولانا صاحب الجلالة يلعب لأول مرة في ولاية صور، والحمد لله هذا إنجاز يحسب للرياضيين ويحسب للأخوة في الإدارة، في إدارة نادي صور، في إدارة نادي العروبة، وربنا إن شاء الله يوفق. وتكريم أيضا للناديين، تكريم بعد للناديين المشوار الطويل وتقديمهم لمجموعة من اللاعبين بالضبط لمنتخباتنا الوطنية ومشاركاتهم الخارجية أيضا. نعم. تكريم للناديين أن المباراة النهائية تقام في الصورة. بالضبط بالضبط أخي بدر. نعم. عبد الله، تكلمنا عن العروبة وجاهزية الفريق لمباراة الغد، الفريق يمكن منتشي بفرحة الفوز بالدوري، واليوم حتى لما حضرنا المؤتمر الصحفي بوجود المدرب الفرنسي فيليب وايضا بحضور حسن مظفر، يعني تكلم المدرب وحتى حسن انهم في كامل تركيزهم وثقتهم كبيره في الفريق، وان الفريق ما راح يكون يعني متراخي، وتتويجهم بالدوري ما راح يعمل لهم نوع من التراخي في النهائي. انتم كمجلس اداره، عملكم في الفتره الماضيه وخاصه في الاسبوع الاخير هذا، تكلمنا عنه. قبل الفتره الماضيه اعتقد مجلس الاداره عمل بما يطلق عليه بالتاءات الثلاثه في مفهوم الاداره. بالنسبه للاداره التاءات الثلاثه كان في تخطيط تاء، وكان في تنظيم، وكان في توجيه التنفيذ بالنسبه للخطه. كان الهدف مرسوم من بدايه تقريبا الدوري من خلال التعاقدات اللي كانت تقريبا اثمرت بالفوز بالدوري. بالنسبه للمرحله التي لحقت ذلك خاصه بعد التاهل، هم نفس التخطيط والتنظيم من جميع النواحي، سواء التنظيم الاداري او حتى عمل عامل النفسي بالنسبه للفريق، اشتغلوا عليه تقريبا الكل ولا استثني احد هنا، مجلس اداره، جماهير، داعمين، بالاضافه الى جهاز فني واداري بالنسبه للفريق. التهيئه كانت فعلا سابقه، والان حاله ما زالت الروح المعنويه بالنسبه للفريق نحن نشعر بها بانها عاليه، وان شاء الله نتمنى كذلك ان نتوج هذه الروح غدا باذن الله. تاكيدا لذلك الامر
أن فعلا الفريق في حالة نشوة عامرة أو عامرة فعلا يعني فعلا وما راح تأثر على الفريق. لا بالنسبة لمسألة الفوز لا نحن نفصل أمرين. بتكون إيجابية أكثر. إيجابية أكثر نفصل أمرين. الدوري تقريبا شبه انتهى. الآن نحن ننظر للكأس إنه فعلا بطولة. الدوري انتهى خلاص. في حد بطولة في حد ذاته ننسى الأمر الفوز بالدوري وفعلا بطولة الكأس بطولة في حد ذاته معد لها من قبل الكل لهذا التقريب. نعم. في الجانب الآخر صور يعني دخل في. يعني تحضير واستعداد خاص خرج خارج الولاية وعسكر في مسقط واليوم مثل ما عرفت أن الفريق رجع لصور وحاليا راح يبات في صور ويستعد لمباراة الغد إن شاء الله. تكلمنا عن الموضوع هذا راشد وليش اخترت يعني الطريقة هذه والأسلوب هذا في التحضير للمباراة النهائية. احنا بعد التأهل أخي بدر ارتأى مجلس الإدارة بأن نظرا لصغر سن اللاعبين وكثرة الضغوط اللي عليهم جماهيريا ومن المحيط بالفريق ارتاع مجلس الإدارة بأن يأخذ الفريق لمدة 3 أيام أو 4 أيام راحة في معسكر خارجي لتخفيف الضغوط والترفيه على اللاعبين والاستعداد إن شاء الله للمباراة باكر. بالنسبة للأخوة طبعا عندهم من الخبرات ما محتاج يعني لمعسكرات داخلية عايشين جو المباريات النهائية عايشين جو البطولات عايشين جو يمكن 6-7 لاعبين من لاعبي العروبة ممكن في بطولات مجلس التعاون أو كاس خليج مجموعة من النجوم كذلك مجموعة من المحترفين الأجانب فما محتاجين يمكن كانوا للمعسكر بس نادي صور فعلا كانوا محتاجين لصغر سن الشباب و يعني جمهور صور وحتى جمهور العروبة يحضر التمارين الفريق وأنا نعم. اللي عرفت أن يعني إدارة النادي ارتأت أنها يعني تأخذ الفريق المسقط لبعادة عن ضغط الجمهور بالضبط. طالبة هذا. الجمهور للاعبين يعني بذل مجهود في المباراة النهائية وإحراز نعم. الكاس أي طبعا هو هذا كان السبب من المعسكر نعم. هو بعد عن الضغط طيب. النفسي على اللاعبين طيب عبد الله نتكلم عن الجمهور بكرة شو اللي محضرينه جمهور العروبة ودوركم أيضا في شحذ الهمم الجماهير العرباوية بكرة إن شاء الله بعبارة مسبقة احنا نقول الجمهور سيكون عند الحدث والعرباوية ما محتاجين دعوة إلا تقريبا في مثل مبادرات ذاتية أصلا من مشجعي ومحبي العروبة تقريبا ليس في صورة حد ذاته وأعتقد أنها تقريبا على مستوى الشرقية بصورة خاصة وعلى مستوى سلطنة عمان أعتقد أنه بصورة عامة سيكون جمهور العروبة ومحبي العروبة غدا في سيفونية سيعزف بإذن الواحد الأحد حنا نقول سيفونية بيكون أكبر من جمهور صورة؟ إذا كنت تقصد جمهور صور كنادي لا سيكون إن شاء الله بإذن الله مناصفة لا في الملعب أنا أقصد اللي في الملعب إن شاء الله بيكون مناصفة بإذن الواحد الأحد والحضور الحضور أكثر بيكون للعروبة ولا للصور أعتقد أن العروبة أكثر راشد لنشوة يعني لا أخي بدر بالنسبة للتجهيز الجماهيري إحنا من البداية من ضمننا التأهل الفريقين بادرنا بالتواصل مع إدارة نادي العروبة لتنسيق احتفالية تليق بولاية صور بغض النظر عن رابطة فريق معين أو كذا وفعلا وضعنا بعض النقاط لهذا التصور لإخراج هذا النهائي بصورة يعني أنا أقول لك أولمبية ما يكون يعني مش مباراة كرة قدم وبس وفعلا احنا في إدارة نادي صور شكلنا هذه اللجان ومتواصلة مع اللجان في نادي العروبة ومتفقين على أشياء كثيرة يعملوها الرابطين بتشوف شيء مختلف إن شاء الله بكرة في المجمع بادئ العمل من مساء اليوم بيكونوا الناس عند الحدث إن شاء الله بكرة وبإخراج شيء رائع يليق بالكاس شو القالية شو ممكن نشوفه راشد بكرة يعني شيء مميز بكرة ممكن نشوفه في الملعب في أشياء في صيحات معينة في ناس تصوت بأصوات مختلفة في كذلك حركات اللي هي الأغمشة المتحركة الأعلام القمصان فبيكون إن شاء الله بشيء رائع إن شاء الله
ونتمنى انه يرضي المشاهد ويرضي الجمهور والشارع الرياضي ويليق بالبطوله الغاليه كاس مولانا حضره صاحب الجلاله ان شاء الله. عبد الله، جمهور العروبه محضر شيء خاص للمباراه النهائيه؟ لن نحرق الصوره حقيقه الامر. عطى بعض اعتقد بما ذكر الان اخي راشد، فعلا التنسيقات السابقه كانت فعلا تنسيقات وترتيبات. اعتقد ان فعلا الجمهور، واذا تحدث عن الجمهور سيكون بنقول احتفائيه اخرى بالاضافه الى الاحتفائيه في الملعب بصوره اشمل واعم. لهذا السبب لا نستطيع ان نحرق، ونقول غدا ان شاء الله باذن الله حتشوف اللوحه الجماهيريه سواء بالناسبه لنادي العروبه او لنادي صور، من سواء من فنون شعبيه كذلك ايقاعات شعبيه تشجيع بصوره حديثه. ومثل ما ذكر اخوي راشد فعلا اؤكد عليه واقول فعلا الكل سيكون عند الحدث غدا. نعم، التحدي كبير راشد بكره. تكلمت عن قلة خبرة لاعبي الصور والخبرة الموجودة والتجربة الدولية أيضا في 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 نادي العروبة، يعني في رأيك يعني الصور شو اللي يعني ممكن يعمله بكرة؟ يعني كيف ممكن يلعب المباراة لو تكلمنا بشكل فني سريع، كيف ممكن يجاري العروبة؟ والله ترى الجانب الفني ما بتخصصنا أول شيء بدر. الشيء الثاني بأن هذه بطولة يا أخي هي هذه ديربي مع نهائي كاس، مش ديربي مثلا منفرد أو نهائي كاس منفرد، فهو ديربي مع نهائي كاس. أتوقع نادي صور بكرة يلعب بطريقة إن شاء الله تؤدي إلى نتائج إيجابية، تحضير ممتاز لهذه المباراة، فإن شاء الله أتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع ونخرج مباراة طيبة وإن شاء الله أن ترضي جماهيرنا ان شاء الله كلهم. واحنا نتمنى لكم التوفيق راشد ان شاء الله. وشاكرين لكم. انا اعتقد ان اتوقع ان اللعب يكون مفتوح. تعال ما اخذنا توقعات. لا فعلا يعني اللعب يكون مفتوح. النتيجه عرباويه ان شاء الله. عرباويه باذن الواحد الاحد ان شاء الله. وراشد اكيد صوراويه. والله انا اتمناها صوراويه ان شاء الله. تتمناها لكن صوراويه، ولكن انت مثل ما خبرتك مباريات حساباتها مختلفه. مباريات نهائي الكاس، مباريات الديربي، هذه حسابات صعبة على كل، حتى يمكن الأخوة المدربين ما في شيء يحكمها. ما في شيء يحكم، ما في شيء، ولا عامل الخبرة ولا عامل القوة ولا عامل جاهزية فريق. يعني أثبتت المباريات والتجارب بأن ما في حاجة، ما في فريق قوي في النهائي، في نهائي كاس أو في نهائي ديربي أو في نهائي، وما تعرف الظروف. نتمنى ان شاء الله ان الظروف تخدم الازرق باكر ان شاء الله. شكرا لك حضورك راشد بن سعيد العريمي نائب رئيس مجلس اداره نادي صور. شكرا لك. أشكرك راشد. اشكرك اخي بدر. وايضا اشكرك الدكتور عبد الله بن مبارك العريمي امين سر نادي العروبه. شكرا لك دكتور عبد الله. شكرا موصول اليكم. يعطيكم العافيه. جزاكم بكره ان شاء الله باذن الله احد العيد. تسلم. خالد، هذه وقفه سريعه مع الجانب الاداري في نادي صور ونادي العروبه، وفي انتظار حضور جماهير الفريقين لنعيش اجواء استعداد الجماهير لهذه المواجهه المرتقبة. خالد، في مساء هذا اليوم وفي ظهيرة هذا اليوم تحديدا كان المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي فيليب وأيضا للمدرب الوطني سالم سلطان، وبحضور أيضا حسن مظفر قائد فريق نادي العروبة، وكذلك الغائب عن هذه المواجهة محمد حمد كتكوت. كان المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين، حضرنا المؤتمر وكانت الثقة واضحة في المؤتمر من جانب المدربين وحتى من جانب لاعبي الفريقين. ولكن ما شدني أكثر خالد هو حديث الكابتن سالم سلطان بأن الكفة أرجح للعروبة بحكم خبرة لاعبيه، وتحدث أيضا عن وجود حسن مظفر وأحمد كانو أيضا، وأن التجربة الدولية التي يملكها اللاعبون في نادي العروبة قد تكون هي التي ترجح كفة العروبة في النهائي. نعم، ربما هي نوع خالد بدر، ربما هي نوع من يعني التخدير أو يعني مثل ما نقول كذا الحرب الإعلامية. وطبعا احنا بعيدين الحمد لله عن هذه الكلمة، لكن من الطبيعي جدا هذه المؤتمرات يعني أن تشهد مثل هكذا تصريحات، إن كنت تتفق معي في هذا الطرح.
بكل تأكيد يعني، وخاصة أنك خالد إذا تتكلم عن مبارك سلطان، مبارك سلطان يعني يملك مجموعة لاعبين شباب ما عندهم الخبرة الدولية، فهو بكل تأكيد يسحب الضغط من لاعبي ويلقي بالضغط على يمكن لاعبي العروبة في مباراة يوم الغد. وبكل تأكيد هي تصاريح إعلامية في المؤتمرات الصحفية نشاهدها في جميع النهائيات والمباريات الحاسمة خالد، ويمكن حتى أيضا لو نرجع أيضا لتوجه مجلس إدارة نادي صور بالذهاب بالفريق إلى مسقط وإقامة معسكر هناك لمدة 3 أيام وإبعادهم عن الضغوط. خالد بكل أمانة من يعيش في صور في هذه الأيام يعيش أجواء استثنائية حقيقة، أينما تذهب الحديث فقط عن المباراة النهائية، يعني البيوت متزينة إما بعلم أخضر أو بعلم أزرق، السيارات مزينة بصور لاعبي صور أو لاعبي العروبة، الجميع يعيش خالد هنا أجواء هذه المباراة الاستثنائية بكل شيء. فأتوقع أن مجلس إدارة نادي صور وفق في هذا الأمر، وقد يكون نوعا ما يعني ذهاب الفريق إلى مسقط وهي وجهة نظر شخصية بأنها كسرت الروتين الذي تعود عليه اللاعبين، وهو أن يكون المعسكر قبل مباراة واحدة فقط من المباراة. الأمر هنا اختلف بأنه كان أكثر من 3 أيام أو 4 أيام كما ذكر راشد العريمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي صور. خالد قبل أن أعود لك فقط أحب أن أذكر بأني حضرت هذا المساء أيضا تمرين نادي العروبة في ملعب نادي العروبة. التمرين كان عادي جدا، لم تكن هناك أي أمور خاصة في التمرين الأخير، تمرين ترفيهي لإزالة أتوقع الضغط عن اللاعبين. التشكيلة الأساسية قد تكون هي التي دائما نشاهدها في العروبة، ليست هناك غيابات ولا أعتقد بأن هناك إصابات أيضا في الفريق ستكون مؤثرة على الفريق في المباراة النهائية. خالد أرجع لك مرة أخرى في الدكة، وبحول الله تعالى إذا كان هناك لا بالنسبة لرابطة الجماهير يبدو أنهم اعتذروا بسبب ارتباطهم ونعذرهم لهذا الشيء أكيد، رابطة الفريقين ويعني عذرهم اليوم، لكن بكرة في الملعب أكيد راح نستمتع إن شاء الله بتشجيع رابطة خالد فقط عشان خالد فضل. اعذرني بس عشان نعذر الجمهور إذا ما حضر اليوم معانا في الاستوديو، الجمهور يحضر حق بكرة للمباراة في المجمع تقريبا من الساعة 7 أو 8 موجودين في المجمع، يعني وضع الأعلام ممتاز. تركيب البوسترات تهيئة يعني كل السبل التي ستساعد مشجعي الفريقين على الظهور بصورة طيبة ومحفزة أيضا للاعبين. صور مثل ما ذكرنا راح يكون على يمين على يسار المنصة الرئيسية للمباراة، وعفوا العروبة على يسار المنصة وصور في الجهة اليمنى من المنصة. نعم بدر تواجدت اليوم تصور ربما أرجع لك خالد وإن شاء الله تكون الظروف تسمح لنا بوجود الجماهير في بدر البرنامج. نعم بدر تواجدت تصور في المجمع اليوم ربما في فترة العصر أو ما حضرت؟ ما سمعت السؤال خالد. نعم هل تواجدت اليوم في المجمع في الفترة اللي كانوا فيها الزملاء موجودين يعني بعض التجهيزات ربما في ملعب المباراة، على اعتبار يعني تنقلنا الصورة كيف هي يعني في الملعب بالتحديد؟ نعم أنا تواجدت خالد تقريبا في حدود الساعة 8:30 حقيقة الملعب خلية نحل سواء من الجماهير أو من اتحاد الكرة أو حتى من المسؤولين في وزارة الشؤون الرياضية، الجميع يعمل الكل يقوم بدوره، يعني مثل ما تناقل الجميع بعض الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هناك ساعة قد تم تركيبها في المجمع، ساعة كبيرة وأتوقع بأنها ستعطي إضافة لملعب المباراة في يوم الغد. الملصقات على يعني المجمع في كل في المداخل وفي المخارج وفي الواجهة الرئيسية للمجمع، الاستوديو التحليلي خالد الذي ستقدمه غدا من ملعب المباراة مجهز بالكامل طارق باعمر والأخوان هناك. نعم
قاموا بتجهيز الاستوديو وتقريبا هو جاهز، فقط ننتظر انطلاقة المباراة. المسؤولين في وزارة الشؤون الرياضية أيضا كانوا متواجدين في المجمع، وأتوقع بأن الأمور ولله الحمد تسير بشكل سليم. النهائي الذي كان خالد في الموسم الماضي، أتوقع بأن أو النهائي الذي جمع السويق مع النهضة في مجمع صحار، أتوقع بأنه سيتكرر من ناحية الإخراج لتسليم الكأس من ناحية الإضاءة والليزر الذي كان أيضا موجود في ذلك اليوم. أتوقع بأن النهائي الذي كان في صحار سيكون شبيه للنهائي الذي سيكون في يوم الغد إن شاء الله. طيب بدر، شكرا لك، وإن شاء الله تعالى يعني صباح الغد إن شاء الله نلتقي هناك في صور العفية. شكرا لك بدر، وشكرا لكل الزملاء معك هناك في هذه التغطية. شكرا لك بدر. نذكر فقط بالنسبة ليوم الغد، يوم الجمعة إن شاء الله تعالى بداية من الساعة 10 برنامج شمس العفية راح يشرق مبكرا في يوم الغد مع الزميل حسين العميري في تغطية، حتى طبعا فترة الصلاة، وبعد ذلك تحول لبرنامج عناوين، وبعد عناوين استكمال أيضا عودة مرة أخرى مع الزميل حسين العميري وشمس العفية اللي أكيد مشرقة في يوم الغد في هذا النهائي المنتظر. بعدها برنامج صدى الجماهير مع الزميل أحمد العاصمي، وأكيد تلقي اتصالات ويعني تفاعل الجماهير والجمهور المنتظر أن يملأ إن شاء الله المجمع الرياضي في يوم الغد أو اليوم، خلاص احنا دخلنا عموما في يوم الجمعة. بعد ذلك الساعة 5 إن شاء الله يبدأ الاستوديو التحليل الرئيسي هنا بتواجد الأستاذ خميس البلوشي، مع تواصل إن شاء الله تعالى من هناك أيضا مع استوديو مصغر من ملعب المباراة لتغطية أيضا بعض الجوانب الفنية، والربط المباشر راح يكون أيضا مع الزميل بدر الغيثي. بعد نهاية المباراة وبعد التتويج إن شاء الله سهرة احتفالية مع البطل، والسهرة أو ليلة الغد إما أن تتوشح بالأخضر أو الأزرق. بكرة إن شاء الله تعالى الساعة 11 راح تبدأ السهرة من فندق شاطئ صور بتواجد الثلاثة أيضا هلال وسيف وسيف الجابري، مع غياب هيثم خليل بداعي الإصابة طبعا عنده تمزق في العضلة. اليوم ممكن نشوف أيضا لقطات لتدريبات نادي صور اللي كانت أو العروبة. صور تدرب عموما هنا في الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، توقعنا أنه يعود لصور الصباح، لكن يبدو أنهم الحصة التدريبية الأخيرة الخفيفة طبعا وجريت هنا، وعاد الفريق بعد ذلك وصل إلى صور. أما العروبة فأكيد تدرب هناك في الملعب. راح نشاهد لقطات للتدريبات وناخذ رأي هيثم. هذه اللقطات، وأكيد المعنويات عالية وفي اللاعبين في أتم الجاهزية وعودة عيد الفارس. العروبة نعم، وعودة عيد الفارس لا شك أنها نعم قلت لك بعدين العروبة، ولا شك عودة عيد الفارس كلاعب أساسي في مباراة الغد راح يشكل إضافة قوية للفريق العرباوي. بكل تأكيد خالد، يعني فريق يعني اليوم مثل ما ذكرت أنت وبالمؤتمر الصحفي، وهذا أيضا المصور الخبير أيضا المصور الكبير المحجوب حقيقة من الزميل المحجوب من جريدة عمان يتواجد، يعني ما شاء الله عليه. اليوم استذكرته أيضا، يعني ما أريد أروح بعيد لأنه شفته لقطات إلى في نهاية عام 93 اللي جمع الفريقين واللي فاز من خلاله فريق نادي العروبة، وهذه المرة الثانية اللي إن شاء الله سنشاهد الفريقين في النهائي. عموما يعني مثل ما ذكر الكابتن سالم خلال المؤتمر الصحفي أنه فريق العروبة يتميز بالخبرة، وأنه فريق يضم لاعبين، ويكفي معاهم الكابتن سعيد اللي له ذكريات مع هذه البطولة والهدف الجميل اللي شاهدناه من خلال قناة عمان الرياضية. استذكرنا عام 93 وطريقة تسجيل الهدف وهو يتواجد مع الفريق. الفريق أيضا يضم واحد يعني إذا حراسة المرمى أتحدث عن رياض سبيت، فهو من الحراس المرشحين الحراس الأفضل هذا الموسم حقيقة. وإذا بقية اللاعبين فكلهم يمتازون بالخبرة من الدفاع بتواجد ناصر الشميلي وأحمد السليم وحسن مظفر قائد الفريق، وأيضا سعد السهيل، إلى منتصف الملعب بوجود الكابتن أحمد مبارك كانو اللي قدم مجهودات كبيرة هذا الموسم بإضافة إبراهيم الزجالي، عودة عيد الفارسي اللي حتعطي دفعة كبيرة للفريق، تواجد عبد الله صالح عبد الهادي، مع وجود أيضا يعني هم يعتبرون الآن ورقة رابحة في بعض الأحيان المحترف الإسباني أنخل، إبراهيم الزجالي، أيمن، أسماء شاهدناه واستمتعنا بأدائها
هذا الموسم بقيادة الفرنسي فيليب اللي استطاع أن يوظف هذه الأسماء واستطاع أن يصل بهم إلى بطولة الدوري. بكل تأكيد العرباوية منتظرين يوم غد أن يظهر فريقهم بما ظهر عليه يعني في المناسبات الأخيرة، عدا طبعا باستثناء المباراة الأخيرة في الدوري بين الفريقين اللي خسرها العروبة. كل شيء جائز، يعني العروبة مرشح كبير للحصول على اللقب مثل ما هو. نعم، توجيهات أكيد الأخيرة يعني للاعبين وتحركاتهم. كفة من أرجع هيثم؟ الكفتين متساويه، لكن هذا ايضا لقطه يعني مهمه جدا هيثم، ان يعني المدرب وضع احتمالات نعم وصول لركلات الترجيح. بالفعل لازم يركز لانه ربما المباراه بشوف سعد سهيل كان وين بيشوت على اساس انه هو سعد اليسار على اليسار سهيل على اليسار زين. هذا باص خبرناهم خبرناهم مرصوره ضربات الجزاء طاهم الحل ها ما بتوصل المباراه الجابري طاهم ما توصل البرشامه اذا وصلت هذه عموما استكمالها الحارس مال سعد سيف عنده مشكله بكره اكيد سهل فين شاف تسديده سعد قبل شوي، لكن هذا الشيء بخطبوط سيف الجابري بخطبوط جول. نعم هذا عموما استكمال لعمليه طبعا او التدريب الاخير اللي عاده ما يكون تدريب خفيف، وفي بعض التوجيهات الاخيره في كيفيه يعني اسلوب وطريقه اللعب، وبعض هلال ربما التوجيهات الخاصة يعني مثلا عيد مثلا يراقب جمعة الجامعة وجمعة الجامعة في المقابل يراقب عيد، وبعض الأمور هذه التدريبية اللي أنتوا أدرى فيها يعني هنا. هو آخر تدريب يعتمد على 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 جانبين دائما، الجانب النفسي والجانب اللي فيه توجيه، يعني توجيه خاصة لبعض الكور مثل الكور الثابتة مثل ضربات الترجيح خاصة في نهايات الكؤوس، وقفة اللاعب في حالة الكورنر إذا كانت عليه هناك بعض الخطط التكتيكية بالنسبة لهذه الضربات. نفس الشيء تحديد الأسماء اللي رايحة مثلا تنفذ، وهذه من فترة ولكن دائما المدرب يعلن عنها حتى التمرين الأخير اللي رايحة تبدأ مثلا كخمس في حالة ضربات الترجيح، إنما في أثناء سير المباريات هي يعني المقترح في لاعب محدد. يعني وإحنا نعرف إنه في العروبة دائما أحمد كانو يعني هو اللي دائما يتخصص في هذا الجانب، فهو في الجوانب النفسية أكثر وفي الجوانب كابتن هلال. نعم. بس الله يعينهم على هذا الملعب والله، هذه يعني شوف الملعب التدريب معظم أنديتنا نعم يعني ملاعبها صراحة بس هذه تعرض اللاعب للإصابات، شوف نعم. الأرضية يعني والملعب هو يعني الاستهلاك لاعبين يعني دوليين هذولا، يعني المفروض أنه نحافظ عليهم في المشاركات المفروض، ولكن الآن مثل ما هو معروف يعني الآن هناك مثل ما يعرفوا كل المتابعين يعني أنه العروبة قدر يتوصل إلى اتفاقية مع أحد الشركات الكبيرة، والآن بيكون في مبنى يعني جديد متكامل وينتظروا البداية في المشروع بخصوص اللي هي من المكرمة السامية من مولانا حضرة صاحب الجلالة لكل الأندية، وينتظروا الآن في المراحل النهائية يعني كبداية لهذا المشروع. فهذا المقر يعني القديم رايح يتحول كله إلى مركز تجاري، وهذه كانت الاتفاقية افتكر الكل كان يعني متابع للحدث هذا اللي قامت فيه الإدارة وحتى الداعمين بالنسبة لكل جماهير النادي. نعم هذا لقطة واضحة طبعا، توجيه بالنسبة للكرات الثابتة في مسألة التمركز أحمد سليم و سعد سهيل وكانوا في الكرات الثابته يقول له تراقب مثلا بلال وراقب علي سليم وراقب خلاص اعطيناهم الخطوه طبعا يعني هذه توجيهات خاصه يعني في الجوانب الدفاعيه هذه في توجيهات. انا اضيف وارجع لوضع الناديين يعني بعيد عن الفريق، نفس الشيء على حسب المعلومات الاوليه، ونتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليف اداره نادي صور ان شاء الله في توقيع العقد، نفس الشيء مع مستثمر في النادي. نعم. فنتمنى ان شاء الله لهم التوفيق ان شاء الله، وهذا اكيد بينصب في النهايه في مصلحه. نعم. الانديه والحركه الرياضيه في الولايه بصفه عامه. نعم. يعني التمارين اذا رجعنا لتمارين الفريقين يعني فهذه مثل ما ذكرت لك هو الجوانب النفسية ابعاد. نعم. اللاعبين عن الضغوط، وهو عادة اليوم لو تلاحظ ان التمرين يعني مفتوح وشكل مفتوح عادة يكون في تحفظ يعني نوعا ما. نعم. ولكن دائما الان الفريقين كتاب مفتوح كما يقال وما في شيء قبل المباراة حتى يشوف حسن يضحك بالعادة. طيب. احنا عموما يعني خالد لهيبي زميلنا تفضل، يعني وصلنا
كيكل من نادي صور من صور ومن العروبه من احد الاخوه الاعزاء اكيد المشجعين لنادي العروبه واحد اعضاء مجلس الاداره واحد الاسماء الشابه ايضا. خالد لو ممكن بس اذا كان ممكن تغير على اساس ان الشعار الكتابه تكون مواجهه للكاميرا. ايوه دور بعد 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 شوي. ايوه لا 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 صح كان صح خالص كيف الكتابة صح 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 نفس الديزاين أنا ما شفته صحيح من الجهة الثانية نفس طيب. الشكل تقريبا. شكرا لك خالد وأيضا بوكي الورد الموجود في الخلف هناك راح نوجه عمون خلنا نأخذ هذا الإهداء الأخوة في برنامج الدكة خالص الأماني بأن يكون نهاية جميل يليق بسمعة الولاية والفريقين. نبارك للفائز وحظ أوفر للخاسر والأهم أن الدرع والكأس في صور. كلام جميل جدا ونشكر الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون على مواكبتها للحدث وكل القائمين على البرامج وشكر خاص لكم على المجهود هذا الموسم للحاضرين والغائبين محبكم جهاد بن عبد الله الفنة. شكرا لك يا جهاد وشكرا لكل العرباوي وشكرا لكل عشاق نادي صور ايضا على تواصلهم. وجهاد عرباوي لكنه ما نسى طبعا شقيقه نادي صور وبالتالي كانت هذه الهديه. والشيء الجميل اللي ذكره طبعا بان الدوري مثل ما قال الاهم الدرع والكاس في صور وهذا اكيد بالنسبه لنا هو لقاء اشقاء. في النهايه هناك فايز وهناك خاسر لكن أن تلعب على نهاية أغلى الكؤوس مع عودة جلالة السلطان المعظم بالسلام للوطن في شهر مارس هذه أعتقد فرحة كبيرة. شاهدنا لقطات للتدريب الأخير للنادي العرباوي قبل ذلك هلال تفضل حب. نعم أنا حاب أشكر الأخ جهاد يعني بحكم المعرفة صراحة هو عضو صحيح. سابق ولا زال يعني في ونعتبر موجود لأنه ولكن هذا الشخص وحتى في بعض انتداباته في بعض اللجان بعض الأسماء الشابة اللي الأندية بحاجة لهذا الطاقات الشباب حتى انتدابه لبعض اللجان في في الاتحاد يعني خاصة في البطولات الآسيوية. جهاد عقلية صحيح محترمة عقلية متمكنة صراحة رجل دارس بشكل جيد. وضع الاجتماعي يعني في البلد هو من أسرة يعني معروفة عندنا في في الولاية فرجل محب للولاية أكيد. بشكل جدا كبير نتمنى إن شاء الله هذه العقليات اللي احنا دائما نفتخر فيها العقليات إنها تثري الساحة الرياضية وهو رجل يعني ثري في خدمة المجتمع يعني أكيد. مبادر دائما يملك له كثير أضيف للكابتن هلال جربت هذا الشخص عن قرب في سفرات نادي العروبة السابقة وكان رائع جدا في التنسيق في 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 في, في التعامل في التعامل في في كل شيء حقيقة رجل حتى انه يشرف السلطنة انه وجود مثل هؤلاء الشباب للأمانة شاهدتهم يعني الشباب الجيدين صراحة بعمل الدؤوب رجل مخلص شاب مثل ما قال كابتن هلال مثقف جدا طيب نوجه كل التحيه لجهاد كل التحيه لك جهاد الفنه. شاهدنا تدريبات الاخضر ماذا عن الازرق والحصه التدريبيه الاخيره التي شهدت غياب سالم سلطان بسبب ذهابه الى ولايه صور عودته لصور من اجل حضور المؤتمر الصحفي. نشاهد الحصه التدريبيه الاخيره وسيف الجابري يعني صور حتى اليوم كان موجود في هذه اللقطة واضحة طبعا من الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر وبعد الساعة 5 كان تدريب وبعد ذلك الفريق يعني عاد من جديد إلى صور. خالد مثل ما تحدثنا بالأمس بالنسبة لصور شوف خالد يعني فريق حقيقة في هذا الموسم عمل كبير جدا. العمل الكبير هذا ابتدأ في من مجلس الإدارة ووصل إلى أقل فرد أو أقل وظيفة حتى موجودة من سواء سائق الحافلة أو من المزارعين أو غيرهم اللي في نادي صور. العمل الكبير هذا اللي قام فيه نادي صور في هذا الموسم أعاد هيبة الكرة الصورية بمعنى أصح إن صح التعبير وعودة التنافس ما بين قطبين صور. خلنا نأخذها بصريح العبارة. نعم أيضا لا يخفى أنه فريق الطليعة من الفرق الكبيرة أيضا يعني عملت عمل كبير لكن صور والعروبة يمكن وضع مختلف وفريق صور حقيقة يعني أثر الدوري في هذا الموسم بعمل كبير جدا عمل إداري قبل لا يكون عمل فني أو حتى عمل نتائجي في مستوى الدوري أو الكاس. فبالتالي الصور استحق الوصول إلى هذه المباراة عن جدارة وعن استحقاق. يمكن الأخ أبو حمد أمس الأخلال ذكر قضية المقارنة وكنا نعرف لعب مع النهضة وأذكر لعب مع الشباب ومع فنجة ولعب مع يعني هو أكثر لعب مباريات صراحة مباريات قوية جدا وصعبة وحتى مباراة السيب فريق كان أقوى فريق في الكاس تقريبا بجانب فريق صور العروبة يعني. فبالتالي وصوله لهذه منصة التتويج هو حصل
بوصوله إلى المباراة النهائية على إنجاز في اعتقادي الشخصي أولا. أكيد أنه يمني النفس صور خالد أنه يحصل على بطولة الكاس في ظل أنه فقد يعني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة أو خلنا نقول في الأمتار الأخيرة إن صح التعبير مسألة الوصول والمنافسة مع العروبة على بطولة الدوري، وبالتالي حسم العروبة البطولة. الصور الجميل في المسألة أنه الآن المسألة أصبحت بالنسبة له واضحة، تفكيره وتركيزه أصبح على الكاس. يمكن قد يقول البعض أنه صور ممكن أيضا يبحث عن الثاني، أكيد هو يبحث عن الثاني، لكن أنا متأكد بوجود شخصية من شخصية مثل شخصية المهندس عبدالله الفارسي، التركيز كل التركيز من مجلس الإدارة الجهاز الفني والجهاز الإداري كذلك اللاعبين وجودهم على بطولة الكاس والظفر بالبطولة. وأنا حتى استشعارنا إحنا كمتابعين، ما راح أقول كإعلاميين، كمتابعين لوضع اللي نشوفه في صور، نرى أنه حتى بعض المشجعين العرباويين يعني حقيقة هذه أنه يروا أن قد العروبة يحصد على هذه البطولة، أنه عنده رغبة أيضا قوية، حال وحال العروبة أكيد، لكن في رغبة شديدة جدا خالد من قبل نادي الصور في أنه يعني يلامس الذهب ويحمل كأس صاحب الجلال، الكأس الغالي على الجميع. بالتالي كل ثقة أنه صور راح يكون ند قوي في المباراة، ما راح يعني حتى ما حدث في المباراة أيا كان السيناريو الذي ستكون عليه المباراة خاصة في الشوط الأول، صور فريق عودنا على العودة، عودنا على أنه فريق يستطيع العودة بالفكر الجيد اللي يتمتع فيه الكابتن سالم سلطان حقيقة، اللي أشدنا فيه في أغلب الأوقات. حتى في الخسارة احنا كنا يمكن إذا كنا نقسى على صور كنا نقسم باب أنه شفناه مقدم عمل وما كنا نرضى أنه يقع في بعض المطبات اللي هي بعدت عن الدوري، لكنه سالم سلطان مدرب ذكي، مدرب نفسي، يعرف كيفية التعامل مع اللاعبين. لما تشوف خالد نادي صور يعني تحس طريقة حتى تسجيل اللاعبين لهدف أو أي لاعب، طريقة الاحتفالية الكبيرة، العلاقة الحميمية الشديدة اللي تربط اللاعبين ما بينهم بعض. الجانب الآخر، الميزة الإضافية في صور هي مسألة اللاعبين الشبان. يعني اليوم يمكن البعض يقول لك يعني سالم سلطان اليوم عمل مناورة جميلة جدا بأنه بعد الضغط عن 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 اللاعبين، بحيث عطى معلش هذه إبر مخدرة احنا نسميها، انه العروبة نعم عنده لاعبين خبرة وكذا. احنا قلنا بالأمس خالد مباريات الكاس لا يعني لا توضع لها معايير في يوم المباراة، خاصة في الشوط الأول في الشوط الثاني إذا ما ذهبت المباراة بعد ذلك إلى أشواط إضافية أو ضربات جزاء. لكن صور وجوده اليوم في مسقط، أنا يمكن اختلفت في مسألة أنه كنت أتمنى أن يعسكر، لكن في النهاية مجرد إجراء المعسكر وضع اللاعبين في هذا الأمر هو إحساس بالمسؤولية تجاه المباراة. أبو أحمد من المعسكر يعني؟ لا ما عندي مشكلة في إقامة المعسكر في مسقط. لا حتى ما بنرجع للموضوع سيف، أمس تكلمنا وقلت وجهة نظري، يعني ما بنعيد الكرة في الحديث حول المسألة. يعني أنا رأيي أنه هو أفضل، خلاص أنا قلت رأيي أمس وجهة نظري، اتمنى لكن أكون مستغرب يعني لا بس ترى تناقشنا فيها سيف امس، ليش بكره نشوف اذا هو صح او غلط. اقول لك ليش نعيدها مره ثانيه؟ مستغرب من رايي. لا يعني بس انت ليش يعني اساس يعني ليش بتثير الموضوع انتهينا منه يا سيف سلطان؟ هذا امر انتهى، انا قلت رايي لانه ما قا لا انت يعني ما قنعت اقول لك مجرد رايي يعني كذا. معلش ترى نحن انتهينا من المساله هذه سيف امس، احنا اليوم ما بنشوش على الفريق سيف نفسه بيناتهم يا خالد. لا معلش اليوم احنا خلاص هذا الموضوع انتهى. صور رجع إلى صور صور نادي صور رجع إلى مدينة صور بعد تمرين اليوم، تمنى له التوفيق، فريق جيد، فريق يستاهل يحصل على لقب البطولة حال العروبة. فما دام أنه سألني خالد عن صور، الفريقين أخذوها ثلاث مرات، من يكسر؟ أعرف ومن يكسر؟ من يكسرها؟ ما أعرف. أنت قلت قبل البرنامج تتوقع، أنت تتوقع منه هذا النهائي؟ أنا قلت بس ما أريد أقول اللي قبل البرنامج سوالف جانبية وتحت الهواء يبقى تحت الهواء على الهواء. لا خالد أنا أقول رأي حتى على يعني شوف ما أقدر ما أقول مباريات كؤوس خالد، بقول لك مباريات كؤوس كل واحد له توقع. حتى بالنسبة لي أتوقع فايز، طبعا عندي توقع معين في مباراة بكرة، أنا ممكن عندي توقع لكن ما أقدر أحسب، لأن أول شيء ممكن الفريقين عندهم كل الإمكانيات مش تتوقع استثنائية. سألتني بس اللي قالها تحت الهواء وهذا يمكن لا أنت سألتني قلت منو تتوقع؟ كل واحد قال. أنا قلت لك كفة من أرجح. أنا ما أجي أقول لك والله الفريقين متكافئين والفريق ما يصير، وبعدين هيثم أشوفك لابس أخضر اليوم. لا أخضر وهذا والقميص أزرق، مفروض أنت ترد علي بشيء، الساعة زرقة مفروض ترد علي بشيء، فأزرق بأخضر أنت لابس أزرق ومس لابس أخضر للعلم. أيوة ما ننسى بس أبو تركي هذه المباراة له واقع مختلف صراحة. نعم. يعني هذه يعني الصور تحسب شيء
وللعروبه تحسب شيء اخر، فكل فريق له نظرته في هذه المباراه. صور اليوم هذه المباراه يعني نهائي كاس، احنا نعرف انه هذا الكاس رايح يكون حصاد الموسم في ولايه صور، يعني في ولايه صور. نعم. وصور يعني من بدايه اعلان رئيسه انه جاي للمنافسه. صحيح. وهذه كانت مثل تقول ضربه معلم صراحه، فهو حق مشروع لصور وللعروبه. ولكن صور هناك في يعني حتى الان صور، انا اتكلم بكل شفافيه، حتى الان ما بناسين الخساره اللي هي في 93، هذا جانب. ونفس الشيء ان البطوله بتكون في ولايه صور، وهذه سابقه. ومين يشوف الكابتن سعيد؟ لحظه خلينا نكمل. يشوف الكابتن سعيد؟ لا لا خلينا نكمل. شيء طبيعي ان الفريق الخاسر في 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 مباراه نهائيه. كل واحد لا 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 انا اقول لك كل واحد له تفكير معين في المباراه. اي تفكير؟ تفكير معين وفي طموح معين وفي هدف معين. الكل يعني هو الكل يعني طموحهم الكاس، ولكن الكل يريد الكاس، لكن كل واحد له اسباب. ايوه له اسباب بالضبط ابو تركي. فرايح يكتب التاريخ انه هذه اول بطوله يحقق ثنائيه، لان هذه البطوله بالنسبه لصور وبالنسبه للعروبه انه في ولايه صور. ونفس الشيء هم ما نسوا نهائي 93. نعم. وبتكون البطوله يعني رايح تكون المباراه في صور، فمعناته هذه تاريخ يتسجل باسم نادي صور. العروبه ايش عندها ايش اضيف لك؟ خليني اكمل لك الجزئيه ابو محمد. تفضل. قبل شويه انا شوطك على شوطك. سيف وسيف هذه المشكله. انا شوطك سيف وسيف ومشكله. اسمح لي ابو احمد، العروبه عنده نفس الشيء، وجهه نظر مختلفه. يريد يجمع الثنائيه ونهاية الكاس في صور، فكل الامور مختلفه لكل فريق، لانه الثنائيه ومن امام صور وفي الدوري كان منافس صور. فاذا صحيح يعني حساباته لو موجود الكابتن سعيد الفارسي. اي طبعا هو سجل الهدف بال93. لا لا سجل لا 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 معلش انت، انا بقى ترى انا بس اضيف لك نقطه عشان تكملها انت وانا. لا لا اليوم في صور اليوم كل الجو فرضا انا صوره وانت عرباوي صحيح. فرضا ناخذ فرضيه اليوم، ترضى نتلاقى هناك في الشارع وانا ماخذ اربع بطولات كاس وانت ماخذ ثلاث او العكس؟ ما ابد ما بتقبل يعني حتى التنافس مجرد انت اليوم مثل ما قال اخ هيثم في الجريده، عندهم كاتبين مقاله جميله جدا او حاطين عمود، من سيكسر رقم الثلاثة؟ نعم. إذا كسر الرقم بحد ذاته خالد تنافس. صحيح. ولكن الشيء إضافة لكلام أبو حمد. نادي النصر عنده خمس بطولات. نعم. تقترب بالضبط. أيوة. إضافة لكلام أبو حمد، النقطة المهمة جدا، صور ما عنده شيء يخسره، خلاص هذا حصاد الموسم ماله. العروبة مثل ما تفضل ما بياخذ دوري وكأس، يريد يجمع 30 لأن في سوبر بعدها. نعم. فيريد يحقق إنجازات بعض الأندية اللي قامت بهذا الشيء، فهو طموح مشترك. خالد هذه المباراة لأول مرة يكون هناك في حضور من دولة الكويت الشقيق. نعم. كمشجعين للناديين. مشجعين. نعم كمشجعين. من دولة الإمارات نفس الشيء، في مشجعين واللاعبين متابعين سابقين. يعني يعني زخم غير عادي. طيب. يعني الـ 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 كل مكان متعة تشوف يعني. أحمد كانو جمعة الجامعي يعني بما أنك بالنص بما أنك قلت جمعة الجامعي، خلينا نشوف ماذا قال يوسف الرفالي مدرب صور وقائد الفريق طبعا مع علي سليم طبعا اللي هو بلال عبد الدايم، وجمعه الجامعي اللي دائما يجمع يعني المهارة والدقة في الصناعة وفي التمرير وفي التسجيل. والله هي مباراة يعني اكسبشن يعني استثنائية، خاصة مع أولاد العمومة يعني الغريم التقليدي. نحن حاولنا أننا نشيل الضغط على اللاعبين. المباراة بتكون مباراة يعني تكتيكية محضة 100%. هما يعرفوا أسلوب لعبنا وإحنا نعرف أسلوب لعبهم. فالمباراة أنا أشوفها مباراة بتلعب على جزئيات صغيرة جدا جدا. من الناحية النفسية احنا جاهزين، من الناحية البدنية واصلين يعني مرحلة كبيرة متقدمة، من الناحية التكتيكية أسلوبنا يعني احنا معروفين بأسلوب حيوي وبأسلوب السرعة في المرتدة والاستحواذ على الكرة، ونعرف نقاط القوة ونقاط الضعف نادي العروبة، ونتمنى التوفيق للفريق الأفضل إن شاء الله. أكيد مباراة مهمة، مباراة ختامية، استحقين الوصول للمباراة النهائية، وإن شاء الله نقدر نختم هالمباراة النهائية بفوز تحقيق لقب لنادي صور، نفرح جمهورنا فيه. قدرنا الحمد لله رب العالمين بقيادة الجهاز الفني والإداري، قدرنا بعد معسكر مسقط نوصل الجاهزية العالي،
والحمد لله رب العالمين ما في غيابات وما في إصابات، والفريق كله جاهز والكل حاسس بالمسؤولية والكل حاسس بقيمة الإنجاز، وبإذن الله تعالى الله بكرمنا ونحقق الفوز بإذن الله تعالى. مباراة قوية ومباراة نهائية، شوف التحضيرات أنت شايف فصور كيف، يعني كل الإعلام والناس قاعدة تتكلم، والفريق ابتعد شوي في مسقط عن الضغوطات، تعرف يعني هنا كل ما تطلع كل مكان تروح يتكلموا عن صور والعروب. مباراة قوية واستعدادات الفريق صراحة استعدادات حلوة صراحة، يعني شوف الفريق تعبان واصل لذي المرحلة، أي فريق كان صورة والعروبة واصل مرحلة نهائية أكيد بتكون تحضيرات في تركيز من اللاعبين. أتمنى يعني بطولة كأس صاحب الجلالة أكيد راح تكون مباراة ممتعة وراح تكون تكتيكية، ممكن مو ممتعة للناس بس ممتعة كتكتيك في مباراة، إن شاء الله أتمنى إن شاء الله نفوز. كانت لقاءات مع مجموعه من لاعبين نادي صور وايضا مع الكابتن يوسف الرفالي مدرب الفريق مع الكابتن سالم سلطان ايضا، وكلاهما اكيد مكمل لبعض في مساله قياده الفريق فنيا. لكن دائما لما نتحدث عن الكابتن يوسف الرفالي، هذا الشخص اللي ظهر كلاعب مع نادي السيب واختير كافضل لاعب في فتره من الفترات، اشتهر باخلاصه ووفائه وقتاليته ايضا في ارضيه الملعب، بعد ذلك تحول كمساعد مدرب وعمل لسنوات مع السيب وكانت لبصمات كبيرة في مجموعة من لاعبين الشباب أو حتى مع الفريق الأول، وغالبا ما كان يقوم بدور المنقذ متى ما كان السيب يعني عاش فترات المعاناة في نهاية الدوري في أكثر من موسم. هذا الموسم حط الرحال في صور وبصماته كانت واضحة وضوح الشمس، وصول الفريق للنهائي أكيد في يوم الغد بوجود طبعا مساهمة الجميع، والكابتن يوسف الرفالي سيف سلطان أحد المساهمين. نتحدث عن هذا المدرب اللي يعني أضاف أكيد الكثير لنادي صور، يعني خاصة نفسيا ومعنويا مشهور كثير الكابتن في تحفيز وتحميس اللاعبين، يعني شيء يحسب لي، وأيضا خبرته في دورينا خالد. نعم. يعني يوسف الرفالي مثل ما ذكرت لاعب نادي السيب وأيضا كان في الجهاز الفني بالنسبة لنادي السيب، وأيضا وجوده الآن في الجهاز الفني بالنسبة لنادي صور أكيد أنه مع الجهاز الفني والإداري كان له بصمة مع المجموعة بأن يظهر الفريق بمستوى جيد هذا الموسم وأيضا يوصل إلى المباراة النهائية. العمل متكامل خالد، يعني كان من الجهاز الفني من الجهاز الإداري كابتن سالم سلطان أيضا وجوده. نعم، يعني هؤلاء الأشخاص والمجموعة كلهم هم أيضا لهم سبب رئيسي في وجود نادي صور في المباراة النهائية. هذا الموسم صور اختلف تماما. أنا من وجهة نظري الشخصية يعني ذكرت أن الموسم الماضي صور يحتاج إلى بناء فريق قوي فريق المستقبل. هذا الموسم يعني بعيد عن الدوري، أنا ما رشحت في الدوري لأنه مثل ما ذكرت في السابق أنه في بعض الأمور يحتاج لها في المواسم القادمة أنه يشتغل عليها أكثر، ولكن كمسابقة كأس أو بطولة كأس صور يستحق بطولة هذا الموسم على المستويات اللي قدمها الفريق، على المجموعة الجميلة والشابة اللي هي مستقبل الفريق في فريق صور. أعتقد أنهم محتاجين لبطولة لتكملة مشوارهم في الملاعب وأيضا تحقيق المزيد من البطولات، وهذا لا يمنع أيضا يعني أنا بس مجرد أنه كمجموعة كفريق صور يستاهلوا بطولة المجموعة الشابة هذه اللي موجودة في الفريق، وأيضا في المقابل يعني العروبة ونعرف اللاعبين الموجودين الخبرة اللي هم عادوا مجددا إلى نادي العروبة، والعمل الإداري الكبير اللي قام في مجلس الإدارة بعودة أحمد مبارك وعودة أيضا حسين ظفر وكان عبد السلام عامر، يعني مجموعة من اللاعبين المنتخب اللي يعملوا إضافة لأي فريق هذا الموسم تواجدوا، ولكن يحسب لمجالس الإدارة على فكرهم على طموحهم على رغبتهم لعمل شيء لفرقهم وبالأخص صور، لأنه العروبة دائما متواجد بشكل مستمر، صور يعني فترة طويلة ما ظهر على المنافسة
شاهدنا يعني تغيير الجيل وقدوم لاعبين جدد احتاج لهم الى وقت، احتاج لهم الى عمل، كان هناك في يعني ممكن بعض النواقص اللي كانت موجوده في السابق، هذا الموسمين السابقين مع وجود المجموعه الجميله من اللاعبين الشباب اللي فرضوا انفسهم مثل جمعه، مثل محمد مبارك، مثل سيابي، مثل ايضا سعود الفارسي، يعني مجموعه فرضت نفسها وبقوه بانهم يكونوا متميزين، ودليل على ذلك وجودهم في المنتخبات الوطنيه ما جاء من فراغ. فاذا ما عندك يعني لاعبين وعندك ايضا يعني عمل اداري قوي بالنسبه لهؤلاء اللاعبين، كيف تجهزهم من ناحيه يعني الجهاز الفني وايضا اللاعبين الاجانب اللي ممكن يساعدوا هؤلاء الشباب، كانت النتائج ايجابيه وجيده. وصول الفريقين يعني انا مثل ما ذكرت يعني حاله استثنائيه هذا الموسم، الكاس في صور ومباراه ما بين صور والعروبه يعني شيء جميل جدا للامانه يعني. وايضا دائما نسمع انه يعني الفرح موجود في ولايه صور بقدوم هذا الكاس الغاليه على الولايه، وتجمع ما بين فريقين من نفس الولايه، هذه الامور كلها جميله جدا يعني. وايضا لو كان كل الامور حاضره وموجوده والاحتفاليه بهذه المناسبه، نعم. اعتقد انه يعني يعطي اضافه. طيب احنا نوجه ايضا جزيل الشكر للزميل سعود العدواني على تواجده وحضوره تمرين نادي صور اليوم، وتغطيه طبعا اللقطات اللي شاهدناها قبل شوي واللقاءات، وله كل التحيه. راح ناخذ فاصل ازرق، وبعد فتره كذا راح ناخذ ايضا فاصل اخضر. We'll be right back.
الصوراوي اكيد بكره على يمين المنصه الجماهير الزرقاء ستتواجد وتتوافد، وتحدي خاص ايضا يعني هناك تحدي في ارضيه الملعب بين الاخضر والازرق، وذات الحال بالنسبه للمدرجات اي مدرج راح يمتلئ بالتحديد الاخضر او الازرق، احنا نتمنى اللونين يكونوا يعني طاغين في ارضيه الملعب، ونشاهد اي يعني مدرج فاضي في لقاء منتظر ونهائي كاس يعني قلما يتكرر، يعني انتظرنا حوالي 22 سنه حتى يعني ما يقارب يعني خلينا نقول الربع قرن حتى نشاهد يعني الصور والعروبه او العروبه والصور في نهائي الكاس. ناخذ مجموعه من التغريدات ونواصل بعد ذلك الحديث في الدكه. حسين السعدي، احمد الحبسي ورفاقه استعجلوا في اصدار القرار، وصح لسانك يا ابو سلطان، ولاول مره نادي يكسب حقوقه من الاتحاد، يا خساره يا لجنه الانضباط يا خساره. عتب شديد اللهجة، لكن مش أحمد اللي أصدر القرار للعلم. نبيل المزروعي، خالد أتمنى عدم تهويل موضوع الست نقاط للنهضة وأنها أصابت أندية أخرى بالضرر، لأن النقاط لم تسحب منها وهي تتحمل موقعها في جدول الترتيب. كل التحية لك يا نبيل، وذكرنا هذا الشيء يعني وذكر سيف الجابري بالتحديد، لكن من المهم أن احنا ناخذ الجانبين. محمد علي وابو عمر، نريد إجابة واحدة فقط من الاتحاد العماني، على أي قانون استند في خصم النقاط، وهل من حق نادي ظفار تقديم تظلم؟ طبعا هذا استكمال للتغريدات في الموضوع اللي ناقشناه في البداية. سعيد الكابتن سعيد البوسعيدي، الظاهر للعيان أن النهضة على حق وظفار على حق، ولكن هناك من أخطأ في حق الناديين، والمتضرر الأكبر كرتنا للأسف. أبو تسليم العبد السلام، نشكر قناة عمان الرياضية وجميع الطاقم على هذه التغطية، ونتمنى تكون مباراة تليق بنهائي كأس مولاي جلالة السلطان، وفي النهاية الكل فايز. شكرا لك يا أبو تسليم، وهذا واجبنا. مبارك الحتروشي، تحياتي لكم على هذا البرنامج، أتمنى من جماهير الرعفية أن تكون في الحدث الأغلى على قلوبنا، ورجائي للمولى عز وجل بأن تكون ليلة صوراوية. أكيد الجماهير يعني ستقوم بدور البطولة غدا. عادل السعيدي، بدأ العد التنازلي وبدأت معه أمنيات وطموحات كلا الناديين، ونحن كجماهير ننتظر الإثارة والمتعة الكروية، بالتوفيق يا أبناء العفية. تفاعل من يعني كل المتابعين مش فقط من صور والعروبة. عبد الله القرواشي، الكأس هلت دموعه في ملتقى صور اليوم، كأسك يغني بالفرح سيدي السلطان، يا العفية سجل التاريخ وسطري السطور، نلتي شرف تنظيم أغلى الكوس. بعد الفاصل الأزرق مباشرة للفاصل الأخضر. العروبة وصور في نهائي أغلى المسابقات، كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. مباراة خاصة وتاريخية على أرض صور العفية. من يكسب اللقب الرابع في هذه المسابقة الغالية؟ هل يحقق العروبة ثنائية الموسم؟ أم هل يختتم صور موسمه بأغلى الألقاب؟ العروبة وصور نهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، تابعوها في الأوقات التالية.
هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تيل. احصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية. مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تيل. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع او تفضل بزيارة www.omantel.org. مشاهدينا الكرام، ويعني سيف سلطان ممكن ناخذ يعني احنا مثل ما قلنا اقل من 24 ساعة. عادة هذه ال 24 ساعة شو تشهد بالتحديد من ناحية التهيئة، تحفيز اللاعبين، ابعاد الضغوطات عنهم اللاعبين ايضا في المعسكر، وانت عشت هذه التجربة في اكثر من مناسبة، واليوم تابعتك في نهائي 99 سيف سلطان والعرضيات المتقنة يومها. خالد، إحساس اللاعبين بالمسؤولية أيضا، هذا الحديث فيما بينهم في المعسكر. نعم يعني. أكيد الحديث فيما بينهم عن مباراة مهمة بالنسبة لهم كلاعبين. نعم. في فريق ينتموا له يعني، وفريق يعني وصل عن قدارة واستحقاق مثل صور أيضا بالنسبة للعروبة. الحديث الجانبي ما بين اللاعبين جدا مهم، يعني لو كان بعيد عن الإدارة، عن الجهاز الفني، الجهاز الإداري والفني يقوموا بواجبهم في تهيئة اللاعبين. صحيح. في عدم أيضا يعني ربكة اللاعبين، خاصة يعني دائما نشاهدها، ممكن تكون يعني تلقائية، الجمهور يعني يذهب إلى الفندق ويجلس مع اللاعبين ويحفزهم يعني، لكن كثرة هذه الأمور يعني تربك اللاعب. يعني الكثير من الجمهور يحفز اللاعب و... يعني بحسن النية و... نعم بحسن النية، ولكن هذا يعني يولد ضغط على اللاعب، كل ما كثرت خاصة قليل الخبرة. نعم، كل ما كثرت كل ما كان يعني سبب ممكن يكون سلبي بالنسبة، لكن يكون في وقت معين بعد العشاء جلسة مع الجماهير اللي تريد تقابل اللاعبين، تريد تحفزهم، لكن بعد ذلك توقيت معين يكونوا متواجدين فيما جالسين فيما بينهم، والحديث يكون فيه المسؤولية. أهم حاجة المسؤولية فيما بينهم، إنه نعم. أنهم يعني تحت مسؤولية وعمل لابد أنهم يقومون فيه هو تحقيق إنجاز في النهاية، هذه كرة نعم. قدم. عادة سيف يعني وانتم في المعسكر، يعني اليوم شاهدت يعني عادة طبعا واذكر نهاية 99، ربما يعني وانت جالس مثلا مع الكابتن علي سالم الأبرك أو غيره مثلا، فيما بينكم توجيهات أنه والله رضوان سالم مثلا من اليسار، ومجدي شعبان وهاشم وهيثم تبوك وبقية الأسماء، وفي المقابل أيضا يعني وفوزي في المقابل يعني نادي النصر أيضا يحسب لي هاني واللي علي بروي اللي شارك يوم وبقية الأسماء. هذه الأمور يعني مثلا لاعبين الخبرة يعني يحاولوا أنهم يوجهوا اللاعبين الشباب بأنه يعني ما تكون متنرفز، يعني حاول أنك لياقتك البدنية يعني توزعها في 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 ما بين الشوطين. يعني جانب مهم جدا الحديث فيما بين اللاعبين، جانب جدا مهم، لأنه اللاعب إذا 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 وصلوا إلى مرحلة أني أنا أفهم زميلي الآخر في الملعب وماذا يريد، هو هذا يعني تشيل الحمل كبير على المدرب، خاصة نعم. في المباراة أو في الملعب، يعني من ناحية التوجيه، من ناحية أيضا عرف نقاط الضعف، نقاط القوة بالنسبة للفريق الآخر، وايضا المسانده ما بينهم في ارضيه الملعب. عوامل جدا يعني مهمة. بسيطه، ولكن في النهايه يختلف. ترى المباريات النهائيه يعني تكون مضغوطه كثير. يعني خالد، انت ذكرت مباراه النهائيه، انا من بدايه المباراه في 99 من بدايه المباراه الى النهايه وانا حاسب شد عضلي، لانه كنت يعني ذهنيا يعني ذهنيا صحيح، وقبل مش الاسباب بدنيه بقدر ما هي الاسباب بدنيه، اهميه المباراه، وبعدين مع نادي النصر ومن فتره طويله والجمهور حاضر. أنا في المباراة نسيت متواجه سرعة هاشم ومجدي، أنا في المباراة نسيت فانيلتي في الفندق، فوزي بشير لعب فانيلتي شفتك لابس 16 لابس 16 كان يعني لاعب من اللاعبين اللي موجودين في نسيت فانيلتك في الفندق، نسيت فانيلتي شامور في المباراة ناسي الفانيلة في الفندق، لكن الوقت ما كان هيثم تبوك. نعم، عموما يعني مثل ما ذكرنا الأسماء قبل شوي، أنا يعني بالنسبة لي لاعب للأمانة أقولها
يعني ما اعتقد اني راح يعني ما شفت لاعب بهذه بامكانيات رضوان سالم، هذا اللاعب الخفيف السلس الخفيف في يعني اختراقاته وتسديداته ولاعب لاعب زئبقي، اعتقد من الصعب ان يشاهد لاعب بامكانيات رضوان. كل التحيه للكابتن رضوان سالم اللي ما طول بكل اسف في الملاعب. هيثم ناخذ جانب التحكيم، بكره يعقوب عبد الباقي احد الحكام طبعا النخبه في السلطنه راح يقود هذه المباراه، نتمنى لك كل التوفيق مع بقيه طاقم التحكيم، لكن الأهم تعاون لاعبي الفريقين والجهازين الفني والإداري لكل نادي. شوف خالد، يعني اليوم أنا صرحت للقناة الخارجية بهذا الموضوع بتحديدا، موضوع طاقم التحكيم اللي نتمنى أن يوفق يوم، يعني هذه مسؤولية كبيرة، أنت عندما تناط لك مهمة تحكيم وقيادات هي. وقيادة مباراة بهذه الأهمية بهذا الحجم من المتابعة من المشاهدة، يعني أكيد أنت يفترض أنه الحكم الأكفأ على مدار مع التقدير لكل الحكام، لكن احنا طبعا يمكن شاهدنا أخطاء تحكيمية كثيرة يعني هذا الموسم، نتمنى يوم غد إن شاء الله أو احنا يعني دخلنا باليوم المباراة نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم. الحكم مثل ما يعني معظم الحكام المعتزلين او الحكام اللي او المحللين الان في القنوات الفضائيه دائما ياتي على موضوع التحكيم. الحكم يجب، وحتى رؤساء الانديه اللي نستقبل اتصالاتهم دائما عبر البرنامج يقول لك الحكم يجب ان يكون مبتسم مع اللاعب، يخفف من، يعني احنا شفنا حده اللاعبين هذا الموسم، الضغوطات التنشن عند اللاعب، مباراه كبيره يعني مباراه بها ضغوطات كبيره، كل لاعب يريد يحقق الشيء اللي يريده، يعني مثل ما قال فعلا سيف الان يجوز لاعب يفكر، يعني اللاعب يفكر الان انه هذه المباراه اهميته، يحاول ان يعمل اي شيء، وربما يكون بحاله يعني الحكم هنا دوره انه انت تجي بابتسامه، انه احنا للاسف معظم الحكام مع جل تقديري لهم ما شاهدناهم بهذه الطريقه هذا الموسم، انه الحكم من يجي متنشن مع اللاعب حياثر على نفسيه اللاعب في مباراة هو اللاعب مضغوط اصلا. نعم، احنا نتمنى انه تخرج يعني مباراة نظيفة، مباراة باذن الله يعني تكون جميلة بكل شيء حتى بهذه النقطة. فارجو من الاخ الكابتن يعقوب وزملائه في طاقم التحكيم المساعدين انه يعني يظهرون بالمظهر اللي يليق بهذه المناسبة. انا بالنسبة لي يعقوب وطاقم التحكيم ان شاء الله تعالى اتصور راشد الغيثي وعبد الله الشماخي كمساعدين، ان شاء الله تعالى متفائل انهم راح يقودوا المباراه يعني الى بر الامان، بس بشرط دكه بدلاء الفريقين وحتى اللاعبين ما اي احتكاك او فاول يصير تحصل 10 لاعبين متجمعين مع الحكم او دكه البدلاء واقفين كلهم كانهم صايرين من رابطه مشجعين، لا لازم شويه الهدوء لان اللي يصير في على الدكه ينعكس على اللاعبين داخل ارضيه الملعب، وما نريد حاجه تعكر صفو هذه المباراه الاحتفاليه احنا بالنسبه لنا كمتابعين وكمحايدين. سيف حاب اضيف عن مساله يعقوب التحكيم. يعقوب حقيقه خالد من الحكام الممتازين جدا. صحيح. يعني الأمانة شهادتي فيه مجروحة لأن أنا تعاملت معاه كشخص مجتهد. نعم. يعقوب من واختيار الشباب أكيد ما أتى من الشباب يعني. الشباب اللي هم يعني عنده ثقة في النفس أولا، أكيد طبيعة الحال كرة القدم حال لاعب حال مدرب يخطئ، يعني ما نقدر نحن نعصم الإنسان من الخطأ في بعض القرارات، لكنه من الحكام اللي دائما يرتقي بنفسه، دائما يبحث عن التميز، وبالتالي أنا كل ثقة أن يعقوب المجموعة اللي عنده راح يقولك في خالد شيء نقطة مهمة جدا، أتمنى صراحة بكرة ولا راح أقول لك ياها وعلى رهان، الفريق اللي ما راح يسقط كثير في الملعب ويضيع الوقت في المباراة في بعض الأحيان هو اللي راح يفوز، اللي عنده الرغبة راح تبين في سقوط اللاعبين، لما تجي تحصل فريق فاز واحد وتلقى لي دقت الوقت فرضا، هذا فريق انا اسمح لي ما اعتقد انه ممكن يوصل، ممكن يتسجل عليه في اي لحظه، ممكن تقلب عليه الطاوله، اريد بكره نشوف 45 دقيقه يعني. خالد حتى اللاعب لما بالفعل يكون عنده اصابه شديده، هذه الاصابه اذا كانت شديده ممكن اوكي ما يمنع ان هي تتحرك، يعني يتحرك الجهاز العلاجي الطبي اذا كان في شيء، لكن اللاعبين سقوط طويل بحيث انه انا الفريق الاخر فايز او متقدم علي وهذه مباراه كاهز 1-0 ممكن تنهي المباراه، اتمنى انه ما يحصل من الفريقين صراحه. طيب. هذا الامر، وانا اعتقد حسابيا اللي بنحسب له بكره اللي راح يسقط كثير ويضيع وقته واللي راح يخسر. قبل ما ناخذ تعقيب هلال هناك فاصل اخضر.
يتقدم يا سادة يا كرام. هنا العروبة يتقدم بأولى الأهداف. عدت المصاعب نادي العروبة ويا سيد الملاعب نادي العروبة عدت المصاعب نادي العروبة والكل يشهد يخبر بلعبك اللي يسحب حبك حبك يزيد ويكبر والفوز بالله حبك يزيد ويكبر والفوز اذا اقل من ثلاث دقائق هلال مخيني عندك دقيقه ونص. نعم دقيقه ولكن نشوف هذه الرساله انا مختلفه عن الملعب اليوم الكل عمل وكانت الاشاده ورده الفعل الايجابيه من الكل صراحه باحتضان الولايه لهذا الحدث صراحه لن تكتمل الفرحه الا بالحضور الجماهيري صحيح ولن تكتمل الفرحه الا انها تخرج المباراه بالروح الطيبه وبالروح اللي مثل ما ذكروا كل الأخوان اللي هي التنافس الشريف في أرضية الملعب. الجماهير مطلب لمكانة هذه البطولة، الجماهير مطلب لبعد هذا الزخم الإعلامي والمتابعة الكبيرة. نتمنى الجماهير على قد الحدث هذا إن شاء الله والله يوفق الجميع. نعم سيف سلطان. والله مثل ما ذكر كلمة باختصار قبل يعني حضور الجماهير بدون شك بيعطي زخم جميل جدا للمباراة وايضا المباراه تطلع بالروح الرياضيه والتنافس الشريف. الفريق الفائز نقول له الف مبروك والخاسر نقول له هارد لك. وصول الفريقين الى هذه المرحله تشريف لهما كفريقين يوصلوا الى نهائي حضره صاحب الجلاله. يبقى انه اللاعبين يؤدوا في ارضيه الملعب. طيب احنا عموما فقط نذكر في يوم الغد ان شاء الله بدايه من الساعه 10 الصباح شمس العفيه وبعد ذلك عناوين صدى الجماهير والاستوديو التحليلي وإن شاء الله تعال متواصلين حتى الساعة الواحدة بعد نهاية المباراة وبعد التتويج إن شاء الله الفريق الفائز. وإحنا عموما نسقنا مع إدارة الناديين ونقول الحين على الهواء الفريق الفائز الجهاز الفني والإداري واللاعبين وحبذا تواجد الداعمين طبعا والمساهمين في يعني فوز أو وصول الفريق للمباراة النهائية مباشرة في حلقة احتفالية خاصة إن شاء الله في فندق شاطي صور وحديث عن فرحة الفريق وكيف استطاع الفريق أن يحقق البطولة. ونتمنى ان شاء الله تعالى يعني التوفيق للفريقين مثل ما ذكروا الاخوه قبل شوي. مباراه عنوانها الروح الرياضيه. نعم تنافس مستوى تحدي داخل ارضيه الملعب لكن على الجماهير جمهور الفريقين ان تدفع اللاعبين لتقديم افضل ما لديهم في مباراه الغد. مره اخرى اكرر نقطه يجب 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 تعاون لاعبي الفريقين والجهاز الفني والاداري مع طاقم تحكيم المباراه والبعد كل البعد عن الاحتجاجات والاشياء التي تعكر صفور كرنفال وليله جميله ننتظرها هناك في المجمع الرياضي بولايه صور. الرباعي هلال مخيني وسيف سلطان وسيف الجابري وهيثم خليل شكرا لكم. بكره ان شاء الله نلتقي اكيد في ولايه صور. هذه تحياتي وتحيات جميع افراد طاقم عمل البرنامج. الى اللقاء.